مساء الخير. ايدي وايدك بتعمل فرق وبتعمر بلد، ايدي وايدك تعم السلام. خلينا نتساعد شعب ودولة لاسترجاع كل الثقة بهيدا الوطن واستمرار العيش فيه. ايدي وايدك حتى نساعد كل انسان، ومش عيب لانه مش الحق عليه ابدا اذا البلد دهور اقتصاده واذا المصارف قام عمال العالم وحاجزتهم. دولتنا حاربت وباء دول عظمى انهارت قدامه. كل شيء ممكن يتصلح لأن كلنا بدنا الخير لتراب هيدا الأرض. الإرادة والتحدي هي أساس لاستمرارنا كشعب. نحن مش أي شعب، نحن الشعب العنيد، الشعب اللي بضل بكل الظروف متكاتف، الشعب الأغلبية اللي فيه إجابة رغم وجود بعض الذبذبات السلبية اللي نابعة طبعاً عن جهل. وزراء أثبتوا أنه ليس بالمال فقط تبنى الدول، إنما بالتكاتف إيد بإيد. حلقتنا اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللي بدوره بيطل معنا لنحكي عن كل الخطوات اللي عم بيقوم فيها. نستقبل سوا وعلى المكشوف الوزير البروفيسور رمزي مشرفية. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. مساء الخير. مساء الخير. اليوم بدون كمامة لأول مرة. إن شاء الله. إن شاء الله. معالي الوزير، طبعا كورونا مثل ما بيقولوا فاجأتنا واجت لتزيد الطين بلة مثل ما بيقولوا يعني، وأخذت حيز كبير من كل أحاديثنا وما قدرنا نتعرف عليكم أكثر كوزراء. حضرتك معلي اسمح لي اليوم، يمكن السي في تبعك بعثوا لي طلع فوق ال 37 أو 38 صفحة، يمكن بدي اليوم ثلاث حلقات لأقدر أسرد حضرتك شو عامل تاريخك الحافل. خليني بس شوي أسرد شوي لبعض المشاهدين اللي ما بيعرفوا يمكن اليوم أكثر عن حضرتك. من هو رمزي مشرفية؟ معالي الوزير حضرتك بس لحظة. حضرتك أكيد بروفيسور بالجهاز بالعظم، جراحة العظم طبعا، وتاريخ طويل مثل ما بقولوا. حضرتك يمكن ناس تفاجأت أنه ليه حضرتك موجود هون، ليه حضرتك بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليه مش بغير وزارة؟ بس يمكن اليوم الناس اللي ما بتعرفوا خبروني عنه أكثر. أنا الإنسانية الموجودة عنك اللي لمستها من خلال صفحتي، أنا لما حطيت صورتك على صفحة البرنامج عندي وكل المرضى اللي عندك حاولوا يعطي خبروا عنك أكثر. الإنسانية اللي عندك موجودة طبعا، والطيبة هي اللي خلتك يمكن تكون بهيدا المحل بوزارة الشؤون الاجتماعية. منقول اليوم المرضى تبعك خسروك نوعا ما. مساء الخير أول شيء. ولا ما بعتقد أنه خسروني، لأنه بعدني عم مارس مهنة الطب بطريقة أنه أقدر نسق بين الوزارتين وبين مهنة الطب. نحن بجراحة العظم في عنا اختصاص ضمن الاختصاص، يعني سب سبيشالتي اللي عندي هي اللي هي جراحة اليد وجراحة الترميم المجهرية، بتخلي الإنسان يكون متوجه لنوع معين من العمليات. فأنا بشتغل ضمن فريق يلي كونته هلأ بالوقت الحاضر خلال 15 سنة اللي مضيت، وهالفريق كل يعمل في سب سبيشالتي تبعه، فمن هالناحية مريحين بعض. وقدرت خلال هالفترة هيدي اقدر اعمل تايم الوكيشن مثل ما بيقولوا، بشكل انه العمليات يلي هي بنسميها الكولد كيسز، يعني اللي ما فيها حالة طارئة، بعملها السبت والاحد، والعمليات الطارئه بلش فيها 87. بس حضرتك كنت مجهز السي في هلا بجيبوا لنا اياهم، بس حضرتك متعاون جدا، يعني حتى انت بتعطي يعني على طول لتلاميذك اذا بدي اقول بتتعاون معهم، وكل شيء قدرت تتعلمه بلندن يعني بجامعات لندن، وحتى هون لازلت بتتابع معهم هيدا الشيء، هيدا التعاون هو اللي عم نشهده هلا بخلال وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ لا اكيد اكيد. هلا يعني هي بتصير طبيعه بالانسان وطبيعه حياته. الكاركتر بيغلب على الإنسان بكل مراحل حياته. في عندك ناس يلي هن هاي أتشيفرز، في عندك ناس دايما بيحبوا يوصلوا لهدف أعلى، وهودي الناس صحيح أنه في منهم كتير مجتمعنا الحمد لله، يعني زملائنا الأطباء وبغير سبيشلتيز في منهم كتار، بس هودي شوي بيتعذبوا بحياتهم لأنه دايما بدهم يقولوا what's next.
شو منقدر نعمل أكتر. وأنا بعتقد يعني إذا في أثر عم بتركه بالشباب اللي بيتخرجوا معي وهو دي بيعتبرهم زملائي يعني بطلوا بمرحلة التلمذة، شهادة فيهم أنه بيظهروا بفكرة واحدة أنه كيف منقدر نحن نعمل نفس الشيء مثل ما عم بيعمل. يعني بشجعهم بشكل أنه يطمحوا يكون في عندهم هالطموح هيدا بالمستقبل، ما يوقفوا عند حد معين من العلم اللي بياخدوه، دايما يذكروا حالهم كيف عم نعمل أخطاء، وين فينا نحسن، شو المرحلة التانية اللي منعملها. وهيدا بيسبب نجاح، لأنه الإنسان بيفتكر حاله وصل للقمة بيفشل. دايما دايما الإنسان لازم يعمل كريتيسيزم لحاله، وكل يوم عشي يراجع وين أخطأ وين أصاب، بالمحلات الأخطأ كيف في حسنها. وهيدي بالنسبة لي بتنطبق على كل شيء، مش بس على الطب، بكل المراحل بالحياة، بالحياة الشخصية، بالحياة العامة والمهنية، كلها هيدي بتنطبق على نفس المعيار. فدايما إذا الواحد بيعمل سلف كريتيسيزم أنا بقول بينجح. تنتقد حالك على طول؟ دايما. شو عم تنتقد حالك بهيدي الفترة تحديدا؟ يمكن عم بنتقد حالي إنه 24 ساعة ما عم تكفي. هيدي كان بعدي بدي أقول لك إياها. يعني بس خلينا نقول للمشاهدين، معالي الوزير عم بينام بس 3 ساعات فقط، 20 ساعة عمل، وخبروني ما بتاكل. أحسن. ليه؟ الأكل توكسيك أنا بعد. بس ليه ما بتاكل؟ عن جد صايم؟ لا أنا يعني هذه طبيعتي من أول ما بلشت أنا بمرحلة البراكتس تبع الطب. كيف بيقدر يعيش الإنسان بلا أكل؟ يعني معود أنا أكل وقعة واحدة المساء، يعني تعود جسمي يعني. بتكفي للإنسان حضرتك يعني كبروفيسور يعني بتكفي؟ لا لا ما لنا مشكلة. كيف؟ مسألة هذه. فاللي كنت عم أقول لك إياه إنه تزعلي إنه ما في وقت كفاية، ليه؟ لأنه قد ما في مشاكل، يعني في مشاكل كتيرة وشايف المشاكل وعارف الحلول وبدك تنجزي بسرعة، لأنه نحن للأسف اللي بدي أقول لك إياه إنه لما جيت على موقع المسؤولية، أنا بعرف شو هو موقع المسؤولية لأنه مريت بحياتي بعدة محلات كنت فيها مسؤول، ودايما بعرف إنه اللي بيطلع على البوزيشن اللي هو فيه من ما يسمى من القاعدة غير ما يتطلع من فوق، وأنا عارف إكزاكتلي اللي كنت جاي عليه. بس اللي فاجأنا هي قصة الكورونا بكل صراحة. أنا كنت عارف الوضع الاقتصادي ضاغط ولح نواجه كتير مشاكل، وخصوصا بالوزارتين اللي أنا فيها، يعني واحدة يلي هي بتتناول هموم الناس ومشاكلهم وكاتيجوري معينة من الناس يلي فيها جد ضغط على المجتمع، ومن ناحية تانية الكاتيجوري التانية اللي أنت بدك تحسني الإيمج تبع البلد وبدك تجيب سياحة أكتر، رح نحكي فيها أكتر وبدك يعني ايه وبدك تنمي اقتصاد، لأنه سياحة من أحد القطاعات يعني إذا بتسد العجز إذا انشغلت منيح. صح. مع الوزير يمكن الناس كلها تعودت عليك وزير الشؤون الاجتماعية. صح. لأنه بسبب الكورونا بس عم نعطي وقت منيح للسياحة كمان، رح نحكي عنه أكتر خلال الحلقة. نعم. أكيد. نعم. معالي الوزير، بس خليني ضوي على فيديو كامل بما أنه عم ضوي على الإنسانية طبعا الموجودة عندك. في فيديو لفتني مبارح تحديدا خلال إطلاق حملة التكافل الاجتماعي، بليز إذا بتفرجونا إيه فيديو لفتني جدا لما كنت عم بتقول، خلينا نشوف الفيديو قبل يعني ما نحط صورة الوجه أو نقول شو عم نعمل، لأنه أنتم عم بتشوفوا بس عم بيتم مساعدات عينية بالأيام. في كتير من الإعلام بيكون عم بيرافق الحملة وما منحافظ على خصوصية الأشخاص، بس هذا طلب مني بس حفظا على كرامة وخصوصية الأشخاص إنه نحترم هالشغلة هيدي خلال التوزيع. في صورة تانية كمان حابة فرجيك إياها، يمكن أنت حتعلق عليها أكتر مني من بعد هيدا الفيديو أكيد. مع الوزير هيدا الشيء لفتني، يمكن أول وزير بيطلع بيحكي بهيدا الموضوع. هيدي الصورة نسيت الكاميرا، راجع بكرة لأعطيكم. للأسف. للأسف. يمكن هيدي بتتماشى مع اللي كنت طبعا كنت شوفي أنا ما بعتبر أنه عم تنعمل عن قصد بكل صراحة، يعني ما بدي أقول أنه الشخص اللي رايح يعطي عين مساعدة أو التلفزيون اللي عم بيصور رايح مستقصد، يمكن قلة انتباه، بس كنت أنا عم ضوي عليها أنه اليوم الإنسان اللي عم بتساعديه بالنتيجة عنده من نفسه وما في أصعب منه الإنسان يكون محتاج
وتكوني عم تعطي. بيأثروا كتير فيك هيدي القصص. كمان لاحظت في صورة لإلك كمان شفتها من التويتر، بحبشت كتير بالتويتر عندك، بيأثر فيك هيدا الموضوع مع الوزير شوي، بيخليك تبكي هالقد؟ بس خلينا نشوف الصورة بليز مع زوي، مع أحد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. بضايقك تشوف الناس هالقد موجوعة؟ هالقد بضايقك؟ هيدي الصورة كمان عرفت انك بكيت فيها تحديدا ودمعت، ما رح احط الفيديو لانه عرفت انك رح تدمع، بس ما توقعت هيك. بيأثروا فيك هول الولاد؟ شوفي للأسف نحن بمجتمع، دموعك غاليين اليوم على المشاهدين وغاليين على هيدا الوطن، لانه من القليل ما نشوف وزير عم بدمع لما بيشوف ناس موجوعة هالقد. نحترم دموعك اكيد. تسلمي. للأسف أنت اللي بتكوني بمجتمع ومفروض فيك أنت تقدري تساعدي، وبتطلعي على التولز اللي حواليك اللي عندك ياهن، وبتلاقي العين بصيرة واليد قصيرة. بالنتيجة الإنسان لما بيكون ببلد، ليش اسمه بلد وليش اسمه وطن؟ في مجموعة من الناس بترتقي تعيش مع بعض، تعمل عقد اجتماعي بين بعضها، بتكون لها نظام، وهالنظام بده يجمع مصاري من بعضه، يعمل تاكسيشن، بيجمع المصاري بيرجع بيصرفها بالمكان المناسب. للأسف نحن ما كنا عم ننتبه لهالنقاط هيدي لعدة أسباب، هيدي مش وقت نحكي فيها. لبنان صرف كتير مصاري، دخل كتير مصاري على البلد وصرفنا مصاري، وخلي الاقتصاديين يحكوا عن هالشيء هذا. بتتأسف لما بتلاقي انه ميزانية وزارة الشؤون 220 مليون دولار بالسنة، يعني 330 مليار، وهيدي بالميزانية اللي رصدت بالحكومة السابقة. وصدقيني لحد هلأ ما بعرف شو اجا بالميزانية الجديدة، لانه عم نشتغل مثل ما بيقولوا بالموجود، شو ما عطونا بنشتغل فيه. يعني بفهم امكانيات الدولة قلت وحالة صعبة، بس بتحسي انه الالوكيشنز اللي انعطت لهالوزارات هيدي ما كانت عادلة. تعتبر حالك اليوم يعني انت جيت على ارض محروقة؟ يعني فيك تقولي انه من ناحية الاقتصادية الحالة صعبة، من الناحية الإدارية في عنا صعوبة أكبر، وهيدي يلي عم نشوفها بخطة التكافل والتجاوب للأوضاع اللي نحن فيها. لأنه أنت اللي من بدك تكوني شفافة وتكوني صادقة مع حالك وتعطي الناس بسواسية بكل نفس المعايير، بدك تبني المعطيات، بدها تكون عندك مبنية على داتا معلومات، على خزان من المعلومات كتير، على هيكلية إدارية. وللأسف يعني عم ننصدم بعدم وجود هالمعلومات بشكل واضح، كما بيقولوا readily available. إنه عادة بدولة مفروض بال 2020 تكون كلها computerized، بتحطي أنت الريكوست تبعك على الكمبيوتر وبتقولي بدي عدد الأشخاص فوق 65، العيال اللي عندهم 5 أولاد، العيال اللي مدخولة تحت هالليفل معين. هيدا مش موجود. تقدري انت تجيبيهم at split of a second. للأسف أكيد هيدا مش موجود. مش لو موجود ما كنا يعني عم نتأخر بالتقديمات. كتير من السهل قلك انه أنا بدي أقدم لك X amount، بس لما بكون بدي أقدم للكل تغري بوزعهم على كل الناس، بس لما بكون عندي شيء كافي لتسي 20% من المجتمع، طيب أنا كيف بدي أسمح لحالي أقدم لهالشخص وما أقدم للتاني إذا مني مبني على معايير؟ ما هي كل المشكلة من قبل اللي كانت عنا إنه ما يسمى المحسوبيات، وهيدا تابع لهون وهيدا تابع لهون. أنت إذا بدك تكوني عادلة مع كل الناس، بدك تكوني يعني أقدر أنا تسأليني ليش اعطيت فلان او لا، اقدر جاوبك بطريقة علمية انه والله فلان لانه وضعه الاجتماعي هيك، هذا وضعه احسن. بس اذا انا ما عندي هالمعايير هيدي وما عندي كفاية لأعطي 2، بتعذب.
وهذا السبب اللي عم بأخر شوي هالمساعدات اللي عم تطلع، لأنه منا يعني ما بدي إياها تكون هي بالنسبة للدولة مثل شو أوف، إجت الدولة وعطت ويلا وبلشت توزع، بترجي بتطلع بتعمل أنت أساسمنت، نرجع للي كنا عم نقوله أول شيء بآخر النهار بيجي بقول أنا طيب وين غلطت؟ يي في شريحة كبيرة أنا ما صبتها. مع الوزير هالقد بأنبك ضميرك آخر النهار؟ أكيد تقعد تعمل جرد حسابات لحالك؟ أكيد كل يوم. وإذا أنا ما عملت هيك بكون أنا ما عم بقدم يعني لا الطريقة المثلى بالعمل ولا بقدر أتقدم خطوة لقدام. إذا أنا بعتبر أنه أنا اليوم أي سفير التقيته من السفراء الأجانب اللي هني بيعتبروا حالهم أنه عم بيساعدوا لبنان أو أي شخص كنت بلتقي، أنا بقول له نحن مستعدين ناخد كريتيسيزم، نسمع منكم تعليق، نحن منفتحين على كل شيء، لأنه برجع بقول لك إذا أنا ما بشارك الناس بعقولها وما بفهم أنا إنه فلان معقول يكون أفهم مني بهالسبجكت هيدا ومعقول يضويلي على نقطة مني فهمانها وبسمع لكل الأشخاص، ما بقدر أنا أطلع بنتيجة يلي هي ترضي المجتمع اللي أنا جاي كوظيفة اليوم أقدم له إياه. طيب أنا اليوم سوري أتشتك أنا اليوم ما بشوف الوزارة كأبها، أنا شايف أنه فيها حمل جاي أنت تأدي وظيفة وأنا مبسوط أنه أنا أكون موجود بهالسيتويشن هيدي بهالوظيفة، لأنه أنا لو أنا ما كنت بهالوظيفة هلأ كنت بدي أتحرق انه يا ريت انا بهالوظيفه لا اقدر اعمل شيء. هذا السؤال اللي كنت بدي اسالك اياه مع الوزير، يعني خلال عملك الطب الحافل ملفك الحافل اللي ما انوجد معي هلا على الطاوله ببدايه الحلقه، هلا بخلوني يجيبوا لي، طب من خلال هذا العمل الطبي كنت انت لطالما راودتك هيدا الافكار تقول يا ريت انا اكون وزير، يا ريت انا اكون وزير بنوع مسؤوليه، مش ضروري كلمه وزير يعني تتعمل شيء انه تقدر تقدم شيء، وهذا سبب يعني انه انت حتى بالمراكز اللي كنت اشغلها بالطب يعني دائما كنت اطمح كون بمركز مسؤوليه لا اقدر غير لا اقدر حسن، لانه انت امرار كثير يو كومبلين وبتكوني عم تنتقدي واتسترا، بس هيدا الانتقاد اذا حطيتيه بمكان تقدري تغيري يمكن بينفع، فدائما كنت اقول انه اذا الواحد كان بموقع المسؤوليه مفروض يعمل هيك ويتصرف هيك، ولما بتصيري بموع المسؤولية بصير الحمل أكبر، مش بس الحمل أكبر، أنت بدك تكوني حاضرة أنه تستمعي لكل الانتقادات، لأنه إذا بدك تسد دينيك وتعملي مثل اللي أي شخص تاني منه حابب يعرف شو اللي حواليه بتفشلي. طب مع الوزير شو أكتر انتقاد قبل ما نبلش طبعا ببرنامج تكافل اجتماعي، شو أنا كنت أكتر بدي انتقاد مرة طالك وضايقك بسوري باستلام يمكن وزارة الشؤون أعطيت ريفرنس لباراجراف كانت السفيرة كاج حكيته بدافوس وكان مع الوزير باسيل صح، واللي لفتني بكلامه انه انتم مش مهم الواحد يشوف حاله يشوف هو كيف الامج تبع حاله، ضروري يشوف كيف الناس عم بتشوفه صح، وإذا شفت أنت كيف الناس عم تطلع لنا ودر المجتمع الغربي ولا المجتمع الداخلي مفروض تحسني على أساسه، وأنا برأيي في كتير عنا انتقادات ولازم دايما نشوف الانتقادات ونخدها بطريقة بناءة، يعني أنا اليوم إذا واحد قال شيء عن وزارة الشؤون عن وزارة السياحة حتى لو هالشي بيزعجني لأنه يمكن بعد ما قدرت نفذ له إياه، بس بياخدوا بعين الاعتبار لحتى اقدر بمرحلة ما اقدر صلحه. بس مع الوزير ساعات الانتقادات قد ما يعمل الانسان قد ما يعمل من تحسينات قد ما عم تقدر بوزارتك، انت بتعرف هاي الوزارة منك جاي فيها مصاري كتير وما عم بتخبيهم، يعني انت الكل بيعرف الوضع العام، ساعات الانتقادات ما بتكون بناءة يعني بتكون بس لمجرد التهجم على هذه الوزارة، كيف عم تتعامل مع هول الانتقادات؟ منا مشكلة بتسمعيها وبتدرسيها بكل شفافية، إذا هي بناءة بتاخديها وإذا منا بناءة يعني مؤخرا شفنا هيدا الموضوع امبارح مع وزير الصحة، يعني صاروا بدون حلوله إذا الصورة فوتوشوب ولا مش مشكور، معالي وزير الصحة كان معنا بمقابلة مشكورة على كل الجهود وأكيد مشكورين كلكم يعني، بس إنه كتير عم تكون الانتقادات مش بمحلها
شوفي أنا من التجربة اللي صرت أعيشها هلأ، يمكن صرنا اليوم كانت الجلسة 20 بمجلس الوزراء من وقت ما بلشنا، وعادة كنا عم نشكي إنه الجلسات عم بتصير وتاخد من وقت شغلنا. حتى أنا حكيت مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس مرة أنه يا نعمل جلسات ابتداء 6 الصبح أو مأخرين كتير بالليل حتى نترك شوية مجال لشغل إلنا. فالوزارات كلها هلأ عم تشتغل بشكل تيم ورك صدقيني. واللي كنت عم حاول أقوله أنه من الإكسبيرينس بهالشورت بيريد هيدي، تحكي شيء بالجلسة وبيتظهر برا بطريقة completely different. يعني منكون عم نحكي عم نتناقش بين بعض، تطلع برا انه فلان علق مع فلان واختلفوا وعملوا وساووا، هو ما بيكون في شيء من هيدا الحديث. هو يمكن بيكون argument انه انت شو رأيك منجيب اليوم 5 طيارات ولا لازم نجيب 4، ومنكون عم نتشارع من ناحية طبية، واذا جبناهن بأي اوتيل بدنا نحطهم، وكم PCR تست عنا، وكيف فينا نعمل لهم follow up. يعني الارجيومنتس العاديه اللي بيكون لازم تنعمل، يعني تكون انت بتعمليها ديسكشن باي شيء، بتطلع انه صار في خلاف او فلان شد لهون وفلان شد لهون، كل واحد عم بشد لمصلحه الوطن. وكوني اكيد في عنا شيء اسمه تيم ابروتش، يعني بلومونا انه بتعملوا كتير لجان. يا عمي في اشياء بتطال. اليوم انا اذا بدي اعمل خطه تكافل اجتماعي وخطه تحفيز لنطلع من الأزمة اللي فيها، الركائز منا بس وزارة الشؤون، منا بس وزارة الصحة، منا بس وزارة الاقتصاد، منا بس وزارة التجارة، الصناعة، الاقتصاد، منا بس وزارة الأجريكالتشر، الزراعة. هودي إذا ما اشتغلوا سوا لحتى نطلع بأبروتش يلي هو جامع للكل ما بنوصل. بس يمكن معالي الوزير لانه الناس ما تعودت على نوع هيك وزارات. يعني انا قلت لهم امبارح انه يمكن الوزارات اللي هلا عم نشوفها عم تشتغل بقولوا انه واجبها تشتغل، اوكي، بس نحن ما تعودنا، نسونا غير وزارات الحقوق والواجبات تبعنا، مشان هيك بس نشوفكم عم تشتغلوا عم نستغرب نوعا ما، مش من موضع انتقاد طبعا، بس في استغراب لانه مش معودين على هذه النمطية الشغل. يعني شوفي كثرة الحكي عن حاله الانسان بفكر الواحد عم بهيدا، بس انا اسمح لي انا اللي عم بحكي عنك اليوم. لا بس انه عم بقول عن كل الوزارات. يعني صدقيني امرار بنحكي مع بعض الساعه 1-2 بالليل، بكون بعده الواحد عم بيحل مشكله. بس هي برجع بقول هيدا واجب، يعني منا جايين هون لحتى نقول والله اوف يا لطيف شو عم بيشتغلوا هودي زقفولهم. في عنا واقع اذا نحن بالكاباسيتي تبعنا وبالابروتش اللي عم نفكر فيه ما قدرنا وصلنا لنتيجة، هيدا البلد رايح على الزوال. في عنا مشكلة كبيرة كانت اقتصادية أكتر من الناس، وبعدين بتخيل انه ب 17 تشرين انه الناس حستها ونزلت على الشارع، كان في انفجار، كان في انفجار واجت فوق منه الكورونا. يعني اذا كان في مطعم بعد فاتح سكر، واذا كان في اوتيل بعد فاتح سكر، واذا كان في شركة طيران جاي وقفت، في وضع اقتصادي صعب. وإذا نحن كأشخاص منعتبر حالنا أنه شوي منفهم وما قدرنا نشتغل مع بعض وما جمعنا كل طاقاتنا لنعمل شيء لمجتمعنا، ما حدا رح يقدر يعمل. مع الوزير على سيرة الانفجار، أنت نوهت بموقع الشرق الأوسط أنه أنت بتتخوف من انفجار ما بعد الكورونا إن شاء الله إذا زالت سريعا مثل ما بقولوا، بتتخوف أنه ترجع الناس تنزل على الشارع؟ شوفي بالطريقة اللي عم نشتغل فيها عم نشتغل مثل ما بقولوا دايما خطوة للأمام. يعني ما عم ننطر الشغلة لتوصل وبعدين عم تستبقوا الأمور، عم نستبق يعني الأمور. عم بيكون في خطة يعني مثلا الخطة اللي نحن هلأ على وشك تنفيذها بالتكافل الاجتماعي ككل، أنا مقدمها على مجلس وزراء 20-30. يعني كانت أول ما بتبلش الكورونا والإفكت تبعها، لأنه شفناها جاي، وأنا أكيد زملائي كلهم بوزارته عم بيعمل نفس الشيء. هلأ الوزارات كلها عم تشتغل متحدة على خطة ما بعد الكورونا. يعني الوضع الاقتصادي ما بعد الكورونا، التيم اللي معي مثلا بوزارة السياحة، هلأ وزارة السياحة مسكرة ما في سياحة، بس رح نحكي عنها أكيد، بس السياحة لازم. اليوم التيم تبعي بيعملوا conference meetings بالليل وبالنهار
وكل الوقت عم يشتغلوا لحتى يهيئوا. غير شغلهم بوزارة الشؤون؟ لا لا، هودي تيم السياحة لحالة، غير تيم. فنحن بنعمل كونفرنس ميتينجز ومنكفي شغل كأنه السياحة بعدها ماشي، كأنه عندنا نحن هلا المشكلة قائمة، لحتى بس تتحسن الأمور كل شيء يكون ردي. أول ما جينا نحن على الوزارة دائما الواحد بده يعمل أناليسز، جاب أناليسز، وبده يعمل كريتيسيزم على سيتويشن اللي تحليل وانتقاد لكل المواضيع. جينا اجتمعنا مع كل النقابات وقلت لهم بليز بتقولوا لي شو المشاكل وشو الاقتراحات. والتيم يعني كنت حاطط صورة أكيد. عندك المشاكل اللي قالوا لي عنها والاقتراحات اللي حكينا فيها، unfortunately اجى هلا ضغط زيادة عليها هالمشاكل والاقتراحات. في تيم مقبلها يلي هو كان الكور تبع العمل، واخذت من كل نقابة فوكل بوينت يكون هو مرجع ليصير معي انا بالتيم، لحتى مع فريق عمل الوزارة يعني اللي بالملاك كلهم سوا يعملوا الخطة. لانه انا اللي لاحظته انه الوزير اللي بيجي على الوزارة امرار بيشتغل منفردا، يعني منفصل عن الوزارة امرار، يعني بيبقى عنده افكاره وهذا جيد بس ما بيشاركها مع فريق عمله. بيشاركها مع فريق عمله بس مش مع فريق الوزارة امرار ككل. وامرار بيجي وزير بيبقى عنده رؤية مختلفة، وهون ترجع تضارب المشاكل. من شان هيك انت ستيك هولدر اللي عندك هو مش الوزير، ستيك هولدر هو القطاع. يعني انا اذا جاي والله بفكرة انه بدي اعمل طيارة دايركت فلايت على مكان ما، ماني ستيك هولدر. انا بدي روح اسأل القطاع السياحي اساسا وين لازم روح اخذ الطيارة. مش هي فكرتي، هي مفروض فكرة تطلع من عندهم. وانا شغلتي تكون كوردينيشن بين القطاعات، يعني بين قطاع المطاعم، الفنادق، وكالات السفر، سيارات الاجره. يعني نفس الشيء تيم ورك بس تكون الخطط نابعه منهم. وانت شغلتك كوزير تعملي كوردينيشن وفاسيليتيتر. فاسيليتيتر يعني هني بدهم امرار ونين من الدوله، بدهم دعم من تسهيل امورهم بالدوله. انت هيدي الكونكشن، مش انت جاي تفرض عليهم ولا بدنا نعمل هيك. يعني انت حضرتك بطريقه ما عم بتبين انه انا مش البص عليهم، بالعكس عم بيكون في تعاون مع بعض بكل الامور. يعني هذا بيرجع كمان لهو للشخص، لكاركتيره، للواحد اللي هو بينعكس على كل وزاره بيستلمها. مع الوزير انا بعد البريك اكيد رح اكثر فوت بتفاصيل برنامج تكافل الاجتماعي اللي انسألت عنه على صفحة البرنامج كتير، وفي كتير أسئلة رح ترجع توضحهم حضرتك، رغم أنك وضحتهم شوي مبارح بخلال إطلاق المؤتمر، بس بعد البريك رح نوضح أكثر للمشاهدين. مشاهدينا بريك وبرجع لكم. مع الوزير، بس خليني اقول لك، في عم يكتبوا على صفحه البرنامج، ما رح اقرا كثير، يمكن هيدا اول حدا بيطلع معي وزير هالقد بيجي اسئله، خاصه اذا ما بتحس الناس موجوعه، بس بيقولوا لك اول مره بيشوفوا وزير بيبكي على الهواء. بقدروا دموعك كثير وبقدروا حنيتك. مع الوزير خلينا بس اكثر نحكي عن برنامج التكافل الاجتماعي اللي اطلقته امبارح. في ناس كثير ضايعه ما عارفه شو بدها تعمل، كيف بدها تقدم. بعرف المهمه صعب كثير عليكم، بس اكيد في عده مراحل، بس خلينا اذا نسردهم بطريقه ملخصه جدا، كيف رح تمشي المراحل كمرحله اولى، كيف بنبتدئ؟ طيب خليني اوضح انه نحن شعرنا بالمشكلة وبالحاجة للأشخاص، ومثل ما كنت عم قلك من قبل ما عنا كمية كافية إنه تعطي كل ذوي الاحتياجات بكل الأراضي اللبنانية دفعة واحدة. ولحتى تقدر تميز بين شخص وشخص بده يكون في عندك مقاييس علمية. في بوزارة الشؤون برنامج قديم صار له فترة بيشتغل، يلي هو برنامج للأشخاص الأكثر فقرا في لبنان، بس هيدا بغطي شريحة صغيرة اللي عددها تقريبا، يعني نحن بالبرنامج هلأ في عنا 15,000 عائلة تستفيد من شيء منسميه الفود فاوتشر، وفي 27,000 عائلة يعني ليصيروا ل 43 يلي بيستفيدوا من برنامج تغطية
طبية وتغطية للمدارس. وهودي الأشخاص للأسف خلال السنتين الماضيين ما كانوا عم بيستفيدوا من شيء، لأنه كان في كسورات على الدولة، فالمستشفيات ما كانت عم تستقبل هالأشخاص هودي. صح. هلأ قدرنا نحلها الحمد لله. كيف؟ وإجاني من وزارة المالية قدروا دفعوهن، ومفروض نكون خلصنا من هالقسم هاي. يعني صار اللي بيروح على المستشفى لا هني، هو التغطية كانت لفرق الضمان أو فرق الوزارة. تعرف الإنسان بفوت حساب الضمان أو الوزارة بيطلع عليه فروقات 15-20%، كنا نحن نغطي هالفروقات هيدي. بالنسبة للتعليم كانت بالنسبة للرسوم التسجيل بالمدرسة عم بتغطوا وكتو. هيدي مفروض كنا نغطيها، كان في عليها مشكلة ومفروض تكون انحلت. بس هودي الشرائح 27,000 ما بيستفيدوا من فود فاوتشر، ما بيجيهم فلوس إلا لا سمح الله إذا فاتوا على المستشفى. فلنكون سريعين قبل ما نجمع داتا معلومات ونقول فلان، لأنه بتاخد وقت والوضع ما بيحمل طبعا. وهودي اوريدي كانوا فايتين بالبروجرام، يعني مدروسين، رايح لعندهم سوشيال وركرز ومقيمين الوضع الاجتماعي، وحالتهم يعني للأسف ضعيفة كتير. هودي قرر دولة الرئيس انه هودي فينا نباشر فيهم. أي متى رح تباشروا؟ بس تنوضح المشاهدين، هي التكنيكاليتي كانت انه الجيش عم بيقدر يفصلهم بالمناطق ليقدر يروح لعندهم. لانه انت اللي من عم تحكي على مستوى الوطن وعم بتوزع لربع مليون شخص، يعني نحن عم نحكي عن 200,000 عائلة، كل عائلة on the average 5 أشخاص، ربع مليون شخص. فبدك تأكد من الأدرسز، يعني الجيش ما في يروح اليوم على حي الفلاني ويلاقي فلان يرجع يبرم على شخص تاني يرجع يروح لعنده مرة تاني. فعم بجمع المعلومات لحتى يوزعوا بشكل متوازي. ومفروض الجيش يكون خلص من كل المعلومات اللي عنده بداية يا تنين يا تلاتة، لأنه سايقبت كمان أعياد ما بتقدر توصلي على الدوائر وتاخدي كل الأدرسز والأشياء. هودي أول فئة، هو معلوماتهم موجودين، يعني نحن كوزارة شؤون هودي معلوماتنا عنا. فهيدي هينت المهمة طبعا عليهم، هينت المهمة تبع وعليهم تكونوا أسرع. هني هودي من مجموعة أكبر يلي هني حوالي 100,000 شخص موجودين بالشؤون، يلي ارتقى دولة الرئيس بالوقت الحاضر نستعمل بس أول قسم لنقدر نحن كمان نطلع على قسم تاني، يلي هني جينا قلنا نحن سائقين عموميين مثلا. هلا بوجود التعبئة العامة وعدم الشغل كمان وضعهم الاقتصادي، يعني هذا أساسا كان بيرتزق كل نهار ب10,000 ليرة ب20,000. طيب معالي الوزير، بس عندي شغلة يمكن انطرحت علي بأحد الحلقات بما أنه عم تحكي عنهم، أنه ليه ما بتخفضوا لهم تعرفة البنزين يعني مثل غير بلاد أوروبية، يعني خصوصي بالحالات العادية. هلا رح أشرح لك عنها. أوكي. في خطة من هيدا النوع؟ إيه في خطة كبيرة. هالقسم هيدا رح نقدر. مع الوزير في مداخلة بس خلينا ناخذها، صار لفترة ما ترى معنا. تفضل. الو بونسوار، تفضل. انا عندي مداخلة صغيرة. تفضل. بملك محل ومستأجر عندي نيو بلازا تورز، وعامل اختلاسات هو كثيرة، وصار في ختم من معالي الوزير أفاديس قرار بختم كل فروعاته بتاريخ 29 آب 2019. ورجعت الوزارة السياحية على أساس أنه خلال أسبوعين بيجع بيفكوا الشمع الأحمر، ولهلا صارنا 8 أشهر 9 أشهر بهالقضية، ومحلاتي هدول ملك لإلي وأجابه خلص وهو محبوس صاحب العلاقة، ونحن بعدنا ما فكينا هالشي. ما بعرف أنه يا ريت أنه معالي الوزير يكون له مشكور أنه يقدر يفيدنا. أنا رح خلي فريق الإعداد ياخد منك تفاصيل أكتر ومنرجع بتابعه معك الموضوع. بدي أتشكرك. أكيد منتابع له الموضوع، يعني هي المشكلة مثل ما قال من قبل ماضي قبل الوزارة هي، بس منتابع له الموضوع. فكنا عم نحكي عن السائقين العموميين. هلا نحن اللي منجينا لحتى ناخذ الداتا مثلا، اعطيك شويه شرح ليش في بيبقى شويه تاخير مشان المواطن يعرف. لا لازم يعرفوا لانه عم ينتقدوا، بدنا نشرح لهم تما يوقفوا انتقاد. نحن عندنا اصحاب النمر الحمر. طيب لقينا انه مشكل صاحب نمره حمراء هو مستحق، لمن انا بكون عندي 4 نمر حمر انا مشغل سائقين عليها. فبدك تروح على نقابه السواقين، ونقابة السواقين لحتى تجمع الداتا منها
تعملي كومباريزن على النمر الحمر. هيدي احد الاشياء. رجعنا قلنا بدنا ناخذ الكاتيجوري الثالثه يلي هن الاشخاص اللي اولادهم بالمدارس الخاصه، لانه بكل صراحه يعني حتى استاذ المدرسه اللي كان يحط مدرس بالمدرسه الخاصه لما بيكون شوي مقتدر عم بيروح بيعلم اولاده بالمدارس الخاصه طبعا. فنحن سوري عم بحكي على المدارس الرسميه. هالمدارس الرسميه هيدي لحتى الواحد يكون حاطط ابنه بالمدرسه الرسميه بدها تكون حالته شوي صعبه. فقلنا بناخذ هالكاتيجوري هي. كمان هون عندنا 320-340 ألف تلميذ. للاسف الداتا بوزاره التربيه كمان ما كثير ساعدتنا تصارتوث. يعني انا معقول كون اب لاسره ساكن ببيروت ومعي ولد بيتعلم ثانوي معي ببيروت، بس بقية عائلتي هي بالبقاع وهن عم بيتعلموا بالبقاع، فوق مسجلين بمدرسة وبيروت مسجلين مدرسة. بدك تقدري تعملي شوية بس كأنه مع الوزين عم بتبلشوا من شيء أبيض تقريبا. فهيدي يعني. هيدي الأشياء جد يلي عم بتلبكنا لحتى نكون نحنا مش عم يعني عم نكون قد ما فينا شفافين وقد ما فينا ما يكون في أخطاء. فهودي ثلاثة كاتيجوريز هودي بالمبدأ يعني حيحسوا بالتوزيعات ابتداء من early next week. يعني الجيش وعدنا انه الثلاثة بكون عنده صار تقريبا الخطة جاهزة وبيباشر وبيبرم عليهم. يعني ابتداء من جمعة الجيش هودي 250 ألف شخص رح ياخدوا 400 ألف الجيش رح يكون عم بيسلمون ياهم. يعني ليش وصلنا ل 400 ألف لمن أنا كنت طلعت وحكيت عن سلة غذائية قبل؟ بكل صراحة سلة الغذائية كانت مبنية على عدد من سعرات حرارية واتسترا شرحناها من قبل ولخمس أشخاص، واستشرنا الولد فود بروجرام، استشرنا أخصائي تغذية واتسترا. لقينا انه بده يصير في ضغط كتير على العينات الغذائية بالبلد اذا نحنا شلنا هالكميات من السوق فجأة واحدة. فارتقينا بمجلس الوزراء انه نستعيد عن السلة الغذائية بالأربعمائة ألف علما انه في اشخاص وخصوصا بالضيع امرار بيكون عندهم موني بيقلك انا لا الفلوس بتساعدني أكتر، يعني مش ضروري تجيب لي أنت غذاء هلأ، لا بستفيد منهم لشي تاني جنريتر. يعني كمان توضيح تاني للمشاهدين ولكل الناس اللي عم بيقولوا أنه ما عطيتهم السلة الغذائية. ليش قررنا 400 ألف؟ أنا من الأشخاص اللي طالبوا ب675 ألف. يعني الله يخلينا أوكي. بس بكمان بدي أرجع أقولك أنه اليوم المقومات بأي مشكلة اقتصادية كبيرة مثل هيدي هن ثلاثة. عندك الهاوس هولد، عندك البزنس، وعندك الإيكونومي. هودي الثلاثة بدك تقدري تعملي بالانس بيناتهم. إذا أنا ضغطت على وزير المالية يعني وصار هيدي أحد الأشياء اللي منتشار على مجلس وزراء، بعطيك لا ما بعطيك، بالنتيجة هو أخبر مني. هو بيعرف أنت ضغطت عليه بمبلغ 675 ألف، بس هو رجع شرح لي ليش ما بقدر أعطي. يعني الحماس خلاني أطلب بالمستوى الأدنى للأجور إنه 675 ألف على القليل منكون نحن مرتكزين. وخاصة إذا سألتيني اللي عم بيصير إذا سألتيني ليش 650 بقلك لأنه هذا الحد الأدنى للأجور. فبوقت شرح لي إنه نحن اليوم ما عم نقدم one time go، يعني أنا ما جاي أعطيك 400 ألف أبرم ظهري وخلص that's it. نحن شهر مستمرين. اللي بعده واللي بعده واللي بعده، طالما في أزمة كورونا، طالما الدولة بدها تقدم، بما أنه الدولة بدها تقدم بدي أعمل لي بالانس قديش قادر يعطيني. أنه أنا كتير حلو أطلع لها وأقول كل عائلة بتاخد 2 مليون ليرة، شهر الجاي بقولوا لي شو؟ بقولوا بطل في مصاري. ما أنا بدي خلي العجلة تضلها تمشي لحتى هالمصاري ترجع ينعمل لها سايكلينج بقلب البلد، يشتروا فيها شيء، ترجع تطلع على الخزينة، ترجع تروح لهالون. فهيدا اللي شرحني ليش 400 مش 300 مش 500. كمان لأنه الوورلد فود بروجرام يلي هن أشخاص بيساعدونا بلبنان كتير، عاملين حساباتهم أنه الدعم للأسر بالغذاء، وعم سميه دعم للمواد الأساسية، ما عم أقول أنه بيقدر يعيش فيها، بس أنه المواد الأساسية اللي بتخليه يكون شخص يقدر يكفي حياته هي حوالي 50 ألف ليرة للشخص بالشهر، يعني مواد أساسية. سو عائلة من خمسة هي 250 ألف، نزيد عليها غلا معيشة 150 ألف وشوية أدوات أخذتوا هيدا الشيء بعين الاعتبار.
سو حسبنا ال 400 منشان هيك انطلقنا بسيستم ال 400. سو هيدي اول بارت يلي هو التحرك السريع يلي بيطالها الشرائح هيدي، يلي انا برايي انه ما في الواحد يجي يقارع انه ليش اعطيته سائق السياره اللي عنده نمره حمراء سائق سياره العموم. طيب ما هيدا وضعه الاجتماعي مبين، ولا لو وضعه احسن من هيك ما عم بيشتغل شوفير تاكسي. وليش اعطيته اهالي الاشخاص اللي حاطين اولادهم بالمدارس الرسميه؟ ما هيدا لو قادر، ونحن بنعرف بلبنان قلت لك من شوي انه استاذ الرسمي لما بيكون معه شوية مصاري عم بروح يحط ولاده بالبروغرام الخاص. سو هو دي بيستحقه. فإذا بلشنا بهو بالأشخاص اللي موجودين ببرنامج الفقر كستيب ون منكون طيب بلشنا نريح. هلأ في سؤال ثاني، المرحلة الثانية ستيب تاني الاستمارة يلي هو اللي هي أهم شيء اللي بعض الناس عم يعانوا منها مع الوزير. لا ليش بده يعانوا منها؟ لأنه منسمع كلمة ما منكفي كفيتها. لا تفضل تفضل. نحنا عم نقول ما عندنا قاعدة بيانات مزبوطة، وإذا بدنا نعمل شيء لازم نعمله من الأساس صح. لحسن الحظ معالي وزير الداخلية اللي هو شخص أنا برفع له القبعة بنظاميته، يعني بشخص عصامي وبيشتغل بطريقة كتير حقاوية، يعني ما كلكم ترفع القبعة على لا لا، بس هيدي بدي أحكيها مثل ما بقولوا برات موضوعنا. في أحد الوزراء معنا مساعدته أخذت ضبط، دفعوا إياه للضبط، مش جاي يعمل واسطة. عم بقول له بس هيدي جاي على الشغل ومفرد ومجوز. قال له أعطيني 50,000 دفعوا إياها للضبط. قال له نحن بدنا نكون قدوة للكل، وحرام الوزير التاني ما جاي يعمل واسطة بس عم بيشرح له إنه كيف صار الوضع، كيف صار إنه هودي الأشخاص إنه هيدي صارت بيشتغلوا. هلأ مؤخرا نعم نعم يعني. نعم أولت مبارح صارت نعم, نعم. صارت أولت وزير مبارح. الداخلية دفع مساعدة الوزير 50 نعم نعم هو قال إنه أنا ما رح أتلقى أي اتصال. وإذا الوزير المعني بيسمعني بيقدر يبعث لنا الكوبي لأنه صور فيك تعمل مداخلة فهو بس برجع بكرر مش جاي يعمل واسطة، كي عم يشرح له انه هيك هيك صار له مازالك هيك تفعلنا. سو سأبني الحظ انه معالي وزير الداخلية عم يشتغلوا، كانوا مع التفتيش المركزي مع القاضي عطية وكمان مشكور على بلاتفورم منشان الوضع الصحي للكورونا. حشرنا حالنا فتنا كوزارة شؤون على البلاتفورم تبعهم، صار بس تفتحي التليفون بيطلع لك 3 ايكونز، واحدة منهم لوزارة الشؤون، ومن خلال هيدي الايكون يلي هي البروغرام رح يكون لينك منه ابليكيشن، يعني منك مضطرة تنزليه على تليفونك، بتجيكي كاس ام اس، انت بس تضغطي على الرابط بتفوتي على هالصفحة. هي بيفوت على وزارة الشؤون الاجتماعية وبيبغى بتفوتي على وزارة الداخلية، بس في ايكون لوزارة الشؤون الاجتماعية وبس تكبسي عليها بيطلع لك انت الاستمارة اللي لازم تعبيها الكترونيا. شو الافونتاج تبعها؟ افونتاج اول شيء تقدري توصلي انت بهالاستمارة لرؤساء البلديات، بلديات ككل يعني، والمخاتير والمخاتير. انا كنت من الاشخاص اللي عم بيطالبوا انه طيب لما منوزعها كل الناس، يعني انت بيجي اللينك لعندك بتقدر تعبي. السبب اول شيء هيدا البروغرام بعده بمراحله الاوليه، ولازم الواحد ومعهم حق انه ينعمل اسسمنت اذا في اشياء جليتشز، في شيء مشاكل تقنيه لازم ندرسها، وبعدين خلينا نشوف تجاوب الناس عليه. يمكن بالمرحله الثانيه يسمحوا لنا انه نطلع فيه للببليك يعني للكل. بهالاستماره هاي أنا اليوم إذا بدي قيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والليفل سوسيو ايكونوميك كلاس تبع الشخص، مفروض روح أنا أعمل زيارة بالبيت مثل ما بنعمل ببرنامج الفقر. يعني بروح مساعد اجتماعي بفوت على المنزل بيعمل اسسمنت وبيكشف على كل التفاصيل واتسترا، بس يعبي هالاستمارة المساعد الاجتماعي بيجي على رئاسة الوزراء. في عنا بروجرام كتير حديث يلي بيعتمد على شيء منسميه بروكسي مينز تيستينج، يعني أنا اليوم إذا بلاقي عندك تي في فلات سكرين غير ما لاقي عندك بوكس تي في، إذا بلاقي عندك تاخده بعين الاعتبار هيدي التفاصيل الصغيرة، هيدي برنامج الفار. إذا بلاقي عندك اي سي فيرسز مروحة، إذا بلاقي بيتك 3 قوض فيرسز بيت 5 قوض، أو بيتك أجار فيرسز بيتك ملك، هيدا بالحالات العادية.
سو بهيدا البروجرام نحن في عنا استمارة، استفدنا من وجوده، أخذنا الأسئلة اللي فينا نحن نسألها للمواطن بلا ما نكشف، يعني عدد أفراد العائلة، كم شخص فوق 75، كم شخص تحت 5 سنين 15 سنة، حالات المرض المزمنة والمستعصية، اللي أشخاص بياخدوا أدوية، إذا في عندك نوع من الإعاقة، إذا في عندك 27 سؤال، وهودي بيعملوا ريفليكشن شوي عن الحالة الاجتماعية، يعني أنت إذا بيتك ملك versus بيتك أجار، مدخولك الشهري قدي، إذا عندك قرض ما عندك قرض، كل هالأشياء هيدي هتاخدوها بعين الاعتبار، ناخدها بعين الاعتبار، لأنه برجع بقلك لو عنا نحنا نقدر نوزع للكل دفعة واحدة كنتوا مش بحاجة، كنا منك بحاجة بتوزع لكل الناس بتقولوا تفضلوا، بس لأنه بدك تبدي شخص على شخص، من حقه الشخص اللي ما أخذ يجي يسألك ليه هو مش أنا. فهيدي الداتا اللي بتدخل من خلال المختار أو من خلال البلدية، والسبب قلنا بيعملوها على التليفون ليه؟ لأنه كمان الناس كانت عم بتقول نحن بضيعنا، البلدية ضدنا والمختار ضدنا وهيدا ما بعرف شو، في عندهم فريدوم انه اول شيء يعملوه على التليفون، اذا المختار ما تجاوب معه، البلديه ما تجاوب معه، قلنا لهم عملنا مثل سلوغان لا مختار ولا بلديه تلفن على الداخليه، بتلفن على الهوت لاين، وفي عندنا نحن 1766 رح يكون فريق تيم 12 اورز كل النهار، 12 شخص قاعدين عم بتلقوا اتصالات، وانا هلا قبل ما اطلع على الهواء حاولت اتصل بالعميد فهمي وزير الداخليه بس لأكد على اقتراح من العميد شامي اللي شيخة سوري الاسيستنت تبعه هالبروجرام، إذا فينا بكرة الظهر ساعة 2 اطلع لعنده على وزارة الداخلية ونعمل نحن بروجرام على الهواء نشرح فيه شو اللي بده يطلع عنا من وزارة الداخلية. فما بقدر أكد إنه بكرة بهالوقت لأنه ما قدرت أتصل فيه، بس إن شاء الله حتصل فيه ونمشي. مع الوزير بس سوري بس لك في شغلة. سو أنت عبيتي هالاستمارة، تلفنتي، المختار ساعدك أو ما ساعدك، البلدية ساعدتك أو ما ساعدتك، وصلتي أنت على رقم الهوت لاين وعبيتي. أنا ساكن ببيروت بس نفوسي بالشويفات، أنا بتلفن على بلديتي بشويفات لعند مختاري بس بحط الأدرس تبعي ببيروت، يعني إذا أنا طلع لي مساعدة بتجي المساعدة لعندي على بيروت، بس أنا أخذ معبي الاستمارة من خلال بلديتي من خلال مختاري، وما عم بتنقل، ما عم بعمل مخالطة، كله عم بعمله على التليفون. والمجتمع المدني له كتير دور كبير هون بالنسبة للأشخاص مثلا اللي ما بيعرفوا يعبوا ما بيعرفوا يتلفنوا. نحن عم نشتغل مع جمعيات يلي هن لح يروحوا على المناطق وبيروحوا على الإحياء وبيسألوا كل الناس مين حابب نساعده ويساعده، بالنتيجة هذا تكافل اجتماعي، يعني بدنا نتساعد كلنا، وهيدي شوي بتفرق عن العينات اللي عم تتوزع. وهودي مشكورين الأشخاص اللي عم بيعبوا بالصناديق وعم بيودوا وعم بيعطوا كتر خيرهم وكلهم مشكورين، بس نحن عم نعمل شيء شامل على مستوى الوطن. اجت هالاستمارة هيدي بس تتعبى، بتطلع وزارة الداخلية بتعمل تشيك بالتفتيش المركزي، هودي كلهم كمبيوترايزد، يعني ما عم بياخدوا وقت، يعني الناس بتفتكر بده يدرسوها ما يدر، اتس اوتوماتيك، رح تسهل الامور كمان، اتس اوتوماتيك، يعني متى ما عبيها بعد ربع ساعة بتكون صارت برئاسة الوزراء، بينحط لها سكورينج اوتوميتد، ما في شخص عم بيكتب، يعني كل سؤال له وزن معين وبينجمع pool of data. هيدي البول رح نعملها most probably time limit جمعتين. ليش جمعتين؟ منكون جمعنا هالداتا صار في عنا عدد معين نقدر نحن نعرف العلامات ومنقول منبلش من البطن نطلع طلوع طلوع، بعد جمعتين بنرجع منعبي داتا تاني، وهيدي بتخيل اتول يعني رح تكون اول مرة على مستوى الوطن عم تقدري تاخدي داتا جامعة to reflect. هاي رح استعين فيها بعدين منشان إن شاء الله بعد الكورونا وإذا ضلينا كلنا تكون داتا لألكم، تكون بداية داتا. شو يعني بداية داتا؟ يعني أنا أخذت هالكاتيجوريز طلع عندي إنه هودي أكثر حاجة، هودي ببعت السوشيال ووركرز بعدين على البيت تؤسس ولشوف كيف فيني ساعدهم أكثر. وإذا بدك منكفي على البروغرام الثاني يلي هو مكمل لهيدا. بس مع الوزير بس هلأ عم نشوف يمكن وصول طائرة من غانا على مطار بيروت الدولي، رح نحكي أكيد عن الشرطة السياحية اللي كان لها دور كمان، فيك تشرب قهوة أكيد مع الوزير. ها
هلا وصول الطائره من غانا. بما انه قبل ما نفوت بقصه الطياره ولا احكي عنها شوي، في كان سؤال، في بعض الناس عم تشتكي انه بس يتصلوا على 17 66، هلا بعد ما بلشت كانوا ما عم بيردوا. بس تقول للمشاهدين وللناس اللي بعثت لي على صفحه انا امبارح لما حكيت قلت انه وزاره الداخليه رح تطلق المشروع او يمكن تكون طلقته، عم تتصلوا ما عم تردوا، بس هو بعد ما مشي الخط، بعد ما مشي البروجرام. وعذرا انه نحن عم نتاخر، بس صدقوني اذا بدنا نعمل شغله مظبوطه بدها وقت. في سيرفرز، في تجميع معلومات، في داتا اناليسيس، بده يطلع عنا داشبوردز، بده يطلع عنا، يعني ما لنا بسهوله انه انا جبت الليستات ليش ما عطوني. مع الوزير بس في كم سؤال لازم اوجه لك اياهم من احد الاشخاص. بقول لك انه هو راح على احد البلديات، ما راح اذكر، ذكروا لي كثير بلديات، بيقولوا بقول لهم رئيس البلديه هيدا الحكي مش مزبوط. اذا بيقدر تحت الهواء قلنا اي بلديه وبخلي وزير الداخليه يتعامل معه. انا معي تحت الهواء راح اعطيك اسماء بتعامل معه البلديات. رئيس البلدية والوزير الداخلية بيقدروا يتفاهموا. هلأ رح أعطيك أسماء، هن ثلاث بلديات رح أعطيك أسماء. يعني سؤال ثاني مع الوزير، يمكن أنا بحب. شو قال له أنه مش مزبوط هالحكي؟ مش مزبوط هيدا الحكي. لا يمكن ما بعرف أخبر. يعني أنا قلت له تابع البرنامج، يعني أكثر من حدا قال لي، مش هو شخص واحد، قلت له تابع البرنامج، وزير الشؤون الاجتماعية طبعا رح يكون معنا ورح يجاوب على كل هول الأسئلة اللي عندكم. هن مفروض يوصلهم تعميم من وزارة الداخلية، وبعتبر أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن البلديات، ولما بده يوصلهم تعميم مفروض ينفذوه. يعني هيدي بطلت قصة بحب نفذ أو لا، التعميم هو بيبقى صادر لينور البلديات والمخاتير كيف بده يشتغلوا. لمن هن ما بده يقولوا أنه نحن مش مزبوط هالكلام، بيقدروا يراجعوا وزير الداخلية، وهلأ منخلي وزير الداخلية يتصل فيهم. أكيد رح أعطيك أكيد. في حتى كمان موضوع المالك والمستأجر، كمان في أحد الأسئلة لك عم بيقول لك طيب أوكي أنا مالك، بس أنا كمان مثل ما أنا بدي أرحم هالمستأجر، بس كمان الدولة كمان لازم ترحمني. كمان حكينا عنا من قبل وقلنا نحن، لأنه مرة حكيت بهالموضوع كمان فهم بطريقة أنه ما تدفعوا مصاري، مش هذا الهدف. كل اللي عم قوله أنه المالك اللي بيقدر يخفف شوي عن المستأجر بكون ممنونينه، بس بالمقابل بدي أعطيه شيء للمالك. يعني أنا بدي خفف عليه الرسوم البلدية، ضريبة الأملاك المبنية، إذا في عليه قروض أقدر أنا سهله إياه، وهيدي كلها من ضمن بروجرام. ما بدي ينسوا العالم، نحن بعد الوزارة ما صار عمرها شهرين، ما طبقنا شهرين بعد، ما طبق أوكي، وبهالشهرين هودي عم نطلع بكل هالخطط. هاي بيقولوا بعدهم عم بخططوا، ايه بدها تخطيط. اليوم انا ما فيني اخذ قرار اعتباطي اقول انا للدولة انه انت ما بقى تاخدي ضرائب من العالم، وبعد شوي العالم بتقلها للدولة طيب بتفعي لي، بقولون انا طيب ما انا مدخولي من الضرائب. الدولة مدخولة من وين؟ من الضرائب. من الضرائب. سو بدنا نعمل طريقة انه اذا اجلنا الرسوم، أخرنا فواتير التليفون، أخرنا القروض المدعومة والغير مدعومة، أخرنا الرسوم، كل هيدا بدها تكون ضمن خطة متكاملة. لأنه بعدين إذا أنا أخرت لك دفع عليك وراحت أزمة الكورونا، وجيت بعدين فاجأتك قلت لك لا بدك تدفعي لي الرسوم المستحقة واللي كانت مكسورة عليك، كمان بدها تطلع الصرخة. صح. فبدك تعملي أنت طريقة تاخدي كل هيدا بعين الاعتبار لتقدري ترجع مثل ما قلت لك الهاوس هولد والبزنس والإيكونومي ثلاثتهم مرتبطين ببعض، يكونوا قادرين يكفوا. وصدقيني هيدي كمان الخطة أنا قدمتها على مجلس وزراء من وزارة السياحة، لأنه عندي القطاع السياحي وقطاع المطاعم والفنادق وكل وتأجير السيارات، هودي كلهم تحت وزارة السياحة، فهودي كلهم عاملين لهم خطة، لأنه كنا أصلا عم نعاني قبل ما أجت أزمة الكورونا. صح. ومنشان هيك كنت عملك أنه تيمز عم يشتغلوا مع الفوكل بيرسون بكل نقابة لنقدر نطلع، كنا من الحالة الاقتصادية وهلأ صار الشغل بده يكون مدوبا. وما بعرف، أنا طلبت من الأستاذ بالإذن منك أستاذ توني الرامي إذا فينا نتصل فيه، لأنه عنده فيجرز كتير، ما بدي سميها بس شوكينج، مرعب شوي قديش حالتنا تعبانة. نحن الفوق اللي احنا الريفرنس بوينت دايما عم تكون سنة 2010 اللي كانت أحسن سنة بالنسبة للسياحة، وكان السكتر تبع السياحة تقريبا بيطلع شي 25% من الجي دي بي. وهلأ بال2010 وكان يعني هيدا الريفرنس بوينت، هيدا الريفرنس بوينت
وهيدي عم نستعملها بكل شيء، حتى ببرنامج الفقر، لانه البروجكشن اللي سمعته نحكيت عنه، اللي قال عنه الوورلد بانك انه في عندنا نحن 42% او 45% تحت خط الفقر، بيست على البروجكشن من 2010 ف 2011 كان بالوورلد بانك. فعم تحاولوا تستفيدوا قد ما فيكم من تجربه 2011. من هالتجارب هيدي بتلاقي انه القطاع السياحي كله نزل نزول. هلا انت تخيلي مكاتب السفر والسياحه زيرو انكم، اوتيلات شرحوا، المطاعم سكرناها، هن مشكورين قاموا بالمبادره. يعني وقت اللي بلشت انا اطلب من النايت كلابز والبابز انه يسكروا، لانه كان يعني هيدي قصه الكراودنس والتخالط، جينا على سكند ستيب للمطاعم، يعني كانوا سباقين هن. دكتور استاذ توني انا بتذكر ات واز ا ويك اند يمكن، وحكي معي انه انا بدي اقوم بهالمبادره، انه بركي نحن بنساعدكم انه نسكر. هون التكافل الاجتماعي لما بيكون في اشخاص نقبة وعندهم تيمز مثل هالاشخاص، واعيين على السكترز تبعهم وعلى الازمه اللي عم بيعيشوها، مش بس بيطرحوا مشاكل، عم بيطرحوا المشكله وعم بيطرحوا الحل. وإذا هو صار معك على الهواء بتخيل. صار معي على الهواء. يلا ألو، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير، كيفك؟ أهلين أستاذ توني، كيفك؟ سدانيا. إيه تفضل، أنا معك. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير لإلك ولمعالي الوزير. مساء الخير. عم تسمعني؟ عم بسمعك. إيه إذا بدك تسمعني أكثر فيك توطي صوت التي في. أنا طفي للتي في. آه أوكي. تفضل. تفضلي، بس ما سمعت السؤال. انا كنت استاذ توني بلشت حديث عم بشرح له قديه السكتر، قطاع السياحي بالبلد وقطاع المطاعم والتأجير السيارات والتوريزم ان جنرال، يعني قديش هو متضرر. قلت له يعني استاذ توني بيقدر يساعدنا بالنسبة للأرقام. أكيد، بما أنه حضرتك طبعاً نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري بلبنان. أول شيء بالبداية اسمحي لي أتشكر معالي الوزير وفريق العمل على كل الجهد اللي عم يعملوا بالنسبة للسياحة. نحن بهالظروف مثل ما الكل بيعرف عم ندير أزمة، ومثل ما تفضلتي وسمعتي معالي الوزير جاي من القطاع الخاص وبيأمن بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهذا شيء كثير مهم بهيدي الظروف. القطاع السياحي مثل ما الكل بيعرف هو بترول لبنان. بال2010 وقت المبيعات السياحية وصلت لل10 مليار دولار، وكنا نشكل نحن كرقم سياحي 10% من الدخل بشكل مباشر و25% من الشكل بشكل غير مباشر، وكان عندنا 155 ألف عامل مسجلين بالضمان. كان القطاع السياحي قاطرة لكل القطاعات الانتاجية بلبنان. بال2018 ادنا الدخل السياحي وصل لل 6 مليار دولار. واذا نحن اليوم بهيدي الظروف بدنا نقارن خسائرنا على 2018، حقيقه خسائر القطاع السياحي هي 500 مليون دولار شهريا. هيدا الشيء رح يرتد سلبا على كل القطاعات بلبنان للاسف. اكيد اذا طولت ازمه الكورونا اكثر واكثر. نعم. بحب اليوم شير لشغله ايجابيه. اليوم خلصنا مع فريق عمل معالي الوزير والمستشار القانوني لوزارة السياحة ومستشارنا القانوني بنقابة أصحاب المطاعم اللمسات الأخيرة للخطة اللي حنتقدم فيها لمعالي الوزير تيتفضل ويتقدم فيها للحكومة. فينا نعرف شوي عن هاي الخطة؟ وهي خطة إنقاذية رح تسمح للقطاع السياحي يقدر يتنفس ما بعد كورونا. أكيد ما في يسبق معالي الوزير وهو بيعلن عن الخطة بوقتها بس يتقدم فيها على مجلس الوزراء. فينا نعرف بس كم نقطة عنا لنطمن بس أصحاب الفنادق وأصحاب المؤسسات السياحية؟ نحن بنعرف وضع الدولة اللبنانية وعارفين أنه مش قادرين نستحصل على مساعدات نقدية. هيدي الخطة رح تشمل تأجيل القروض المدعومة وغير المدعومة والفوائد تبعها لسنة من تاريخ انتهاء الأزمة. هذا البند الأول. البند الثاني هو يصدر قانون من أجل المهل العقدية لنحن نقدر يكون في مسافة جريس بيريد بين المالك وأصحاب العمل، ونقدر نحن نوصل على تسوية
ترضي الطرفين، المالك من مال والمستثمر من مال تاني، تنقدر نحن نستمر بعد الأزمة. وثالثا هي تأجيل المستحقات المالية اللي علاقة بوزارة المالية والضمان الاجتماعي وفواتير الكهرباء والمي، نقدر ناخد فيها فترة سماح بس تخلص الأزمة، نقدر نقسطها على سنة. وفيها تفاصيل تانية كمان مهتم فيها كل النقابات السياحية، رح تكون بكرة إن شاء الله بتناول إيدين معالي الوزير. يعني أكيد خطط تسهيلية منيحة أكيد لأصحاب الفنادق. أنا بتحب تضيف شيء مع الوزير قبل ما ننهي الاتصال؟ أنا بدي أتشكر الأستاذ توني، وبتشكر كمان بقية النقبة، يعني أستاذ بيير الأشقر وأستاذ جان كلود عبود جان عبود، وأكيد أستاذ محمد دقدوق، بالنسبة لأنه كمان وكلاء السيارات تأجير السيارات عملوا خطوة ممتازة. ما بعرف إذا لا رح نضوي عليها، عندي إياها كمان اليوم. بدي أتشكرك وثانك يو توني. توني معالي الوزير، شكرا أستاذ توني، ثانك يو، كلك زو مع الوزير. بس بدك يمكن تنوه على تأجير السيارات. إيه، لأنه هالقطاع هيدا إذا ماني غلطان الفيجرز منا قدامي، بس في 190 مؤسسة لتأجير السيارات، الأفرج تبعهم 30 سيارة كل مؤسسة. عندهم حوالي 15,000 عامل أو 19,000 عامل. ما كنت عارف بدك تحكي بهالأشياء، منشان هيك ما معي الأرقام ده، بس تقريبا بين 15 و 19,000 عامل. هودي هالأشخاص بتخيل القطاع تبعهم عم يخسر حوالي 750 مليون دولار بالسنة، قاعدين بلا شغل. قاموا بخطوة سوبر ممتازة، قدموا سياراتهم للجسم الطبي، الممرضات والممرضين، ولا استعمالهم خلال سياراتنا لكم. بأزمة الكورونا رح نشوف الصورة هلا على الشاشة أكيد. فمشكورين جدا، ويعني هن من ميل أستاذ توني، من ميل أستاذ أشقر، أستاذ جان كلود من ميل تاني. فبالقطاع السياحي عم تشاري انه مثل ما قال كله تعاون، يعني مش جاي انت عم تكوني مع اشخاص بس عم يرموا التقل على الدولة. لما بكون الواحد عارف انه الشخص اللي بوجهه قديش قدرته بيقول له هات لساعدك لنطلع من الازمة سوا، اكتر ما بيكون عم بيقول له هيدي الازمة بوجهك وروح حلها لوحدك. بالنتيجة إذا ما تعاوننا حنفشل كلنا سوا. وإذا عملنا كل هالأفورت وطبقناه بباقي الوزارات، أنا أكيد أنه إن شاء الله منطلع من الأزمة سوا. بالنتيجة الدولة ما بتفلس، الوطن ما بيموت، بدنا نمرق بأيام صعبة. وإذا الواحد بشوف خلال التاريخ يا ما مرت أزمات على شعوب وبالنتيجة بترجع بتطلع منها. المشكلة إنه نحنا بدنا نتعود على نظام عالمي جديد. الاكتفاء الذاتي كتير مهم بالدول. نحنا ما كان عنا اكتفاء ذاتي، ما عنا صناعة كافية لألنا، ما عنا زراعة كافية لألنا. نحنا بتخيل نستغل حوالي 20% من المناطق الزراعية اللبنانية، 20% فقط. إذا يعني خلي اقتصادنا يكون منتج مش رايعي. وعندنا قدرات معلي هديك اليوم عم بحكي قدرات مع شبابية مع كتيرة. زميل لإلي وقلت له نحن عندنا أسوأ تجارة بالعالم. قال لي أوف كيف؟ قلت له نحن بالبزنس الواحد بكبر البزنس لتعمل له إنتاج وبيعمل إنفستمنت ليعمل إنتاج. نحن بنعمل إنفستمنت بشبابنا، منعلمهم، منبعتهم على أحسن مدارس، منحطهم بأحسن جامعات بالعالم، منخليهم يعطوا بيروحوا بيشتغلوا برا. برا يعني نحن منعمل انفستمنت بالولاد، منقول لهم للمجتمعات التانين تفضلوا هيدا هالشخص معلم بيفهم منتج، روحوا خدوه انتو. نحن بهالبزنس هيدي صفر. طيب مع الوزير، انا قبل ما اطلع بريك بس خليني نوع على سؤال. بما انه عم تقول نحن بنبعت شبابنا لبرا، انت حضرتك كنت بلندن باحد جامعات بريطانيا واشتغلت هناك، ليش رجعت لهون اليوم؟ رجعت مع انه كان بكل صراحه عندي بوست كتير منيح بالمستشفى اللي كنت اشتغل فيها. اول شيء يعني كان في وضع عائلي، الوالده كانت صحتها شوي مش منيحة،
واجاني عرض من الجامعة الأمريكية يعني بوقتها، فقررت ارجع. بندم ليش ما رجعت؟ لا، بالنتيجة انا دايما بقول انه في شيء اسمه دستني وقدر، يعني اللي الانسان مقدر لإله يصير بده يصير. طبعا اكيد. وصارت لهالاسباب والحمد لله. لا بالعكس، كانت رجعة بعتبرها انا ناجحة. يمكن امرار بقول لو كنت بانجلند كنت بقدر اعمل مثلا ريسيرش اكثر، كنت بقدر ساوي هاي اكثر. بالنتيجه بتضلك غريبه يعني، حتى لو شو ما صرتي باي ليفل بضلوا اليوم بلده. اذا انا بقول اخ بتلتم علي ضيعتي، يلي يمكن اهل ضيعتي صار لهم 10 سنين، وجه لهم تحيه لاهل ضيعتك اكيد. شو لكان هيدا ولروح والدتك اكيد ام رمزي تسلمي. فأهل الضيعه اليوم اذا انت بتقولي اخ بتلاقي التموا عليك، اذا عرفوا انه انت هلا فتي على المستشفى بتلاقي حول المستشفى بصير في مظاهره الناس حواليك، بتحتاري مين بده يتبرع، مين بده يتبرع لك بدم اذا بدك شيء. لا سمح الله بتلاقي الجار بيفتح باب بيته، وخصوصا عندنا بعدهم بالضيع ما بيقفلوا الابواب. هلا يمكن شوي الوضع صاير صعب عليهم، صعب عليهم بس اكيد. بس بالنسبه لالهم فوت يا جار، اهلا وسهلا يا جار، تفوت وقدرك انه تستلم حقيبتين وزارتين يعني وزاره السياحه وشو هيدا هيدا البلد نحن ما بنعرف قيمته صراحه، بكل صراحه من بعد خبرتك. ايه اكيد اكيد، لانه اليوم اللي بتلاقيه انت بال معلي ما في بلد بالعالم بتدق لصاحبك بنص الليل بتقولي له تعال نروح نطلع نشوف بعض، او برا بدك تاخدي موعد منه قبل بجمعتين مهما تكوني قريبه، صح وبده يضل في عندك سوشيال ديستانسينج ما نكون قراب مع بعض. لا لا، حياتنا كتير حلوة، بدها شوية تنظيم. الدولة إذا قدرنا نحن نظبط الانفراستراكتشر تبع الدولة، يعني نخلص من مشكلة المواصلات، نأمن مواصلات سهلة للمواطنين، بتشيل الاكتظاظ من العاصمة، بترجع الناس على الأرياف، بترجع بتنمي الأرياف، يعني كلها خطط مع الوقت مع ممكن الوقت تصير ترجع على الأرياف مع جهود الوزارة يعني. حتى نحن بالسياحة بالرورال توريزم نحن عم ندرسها، بالمايكرو إيكونومي يعني عم نشوف شو في عنا، حتى ببرامج وزارة الشؤون في شيء اسمه لايفليهود وفي شيء اسمه جراديويشن، انه انت تعمل استقلالية للفرد ينتش ببزنس صغيرة بمكان بالبريفري، يعني مش ضروري يكون كله سنترد بقلب العاصمة. فنحن إذا قدرنا نعمل سيستم انفراستراكتشر منيح بالبلد وعنا كل القدرات، صدقيني عنا القدرات بلبنان، ما نحن عم نصدر القدرات لبرا. إنه شو بدنا؟ أزمة كورونا يمكن كشفت أكثر القدرات الشبابية الموجودة عنا. أنا وياك رح نحكي أكثر عن قطاع السياحة بس بعد البريك. مشاهدينا أنا بريك وبرجع لكم. يعني مع الوزير رجعنا بما تبقى لنا من الوقت، مع أنه في أسئلة كتير، بس خلينا شوي نشدد على القطاع السياحي والخطة السياحية لما بعد الكورونا، وخاصة السياحة الطبية اللي رح يكون لها حصة كبيرة، حصة كتير كبيرة عندك. شو الخطط اللي رح تكون كرمال السياحة الطبية بلبنان؟ شوفي الأزمة اللي نحن فيها هلأ مثل ما سمعت أستاذ توني أزمة كبيرة، وهيدي الأزمة نحن مش رح نعيشها لوحدنا بلبنان، رح تعيشها بكل الدول. مشان هيك الكورونا اسمها جائحة، يعني بانديميك، يعني على مستوى الدول ككل، مستوى العالم. والإيكونومي هنري كيسنجر من يومين كان عم بيعلق عليها، انه هيدي رح تغير الإيكونوميز تبع the world. سو أنا اللي بعتبره أنه قليل من الأشخاص لح يكونوا بموضع أنه يروحوا سياحة من بلد لبلد أو يبعدوا عن البلاد اللي حواليهم، لأنه الوضع الاقتصادي تبعهم ما حيسمح. هلا بضل في شريحة معينة من الناس تقدر تسافر وتروح وتجي، بس هيدي قلة. فأنت بدك تكوني مستعدة لتستعملي تولز غير التولز العادية بالسياحة، يعني بدك تعتمدي على سياحة داخلية رورال دوميستيك توريزم، سياحة دينية بقلب لبنان، سياحة اللي بنسميها ترفيهية،
بتعملي اكتيفيتيز، بتعملي رافتنج، بتعملي هايكنج، بتعملي ماونتن تريل، في عندنا كتير اشياء مش بس مطاعم يعني. بس انت بنفس الوقت لما بتروح على الرورال اريا بتقوي المطعم اللي فيه، بتشتري من الشوب اللي فيه، بتقوي الاقتصاد بالهيدا. وفي عنا مثل ما قلنا السياحة الدينية بتضلها مهمة بلبنان طبعاً. لأنه في عنا سياحة لكل الطوائف مش لطائفة واحدة كلها مقصودة. وعندك انت الحضارات، الحضارات من الحضارة الفينيقية للرومانية الإغريقية اتسترا، كلها الحضارات يعني قليلة من الدول يلي مرت عليها كذا حضارة وبتقدر تضوي عليهم كلهم. واللي أهم برأيي ويلي هو نحن عملنا مؤتمر وبلشنا الكور يونت الكوميتي بأول ما بلشنا استلامك للوزارة صح، كانت أول ما نبلش الكورونا حكينا عن السياحة الطبية. بوقتها بتعرف اللبناني بحب يعمل كومنت انه بيحكي عن شو في كورونا بالبلد وبتحكي بسياحة طبية وفي ما بعرف شو والوضع الاقتصادي عوضنا زفت على الانتقاد. ايه وضع الاقتصادي زفت وكيف بده يحكوا اتسترا. الفكرة انه السياحة الطبية it's not a luxury. يعني انت ما بتجي رايحة تعملي فيزيت لتعملي سياحة، منك بس سوري على الكلمة مثل اللي رايح يعمل تجميل او يزرع شعر او اتسترا. في انواع من التقديمات الطبية بلبنان يلي نحن الحكمة بنعرف بيجوا من العراق، بيجوا من الاردن، بيجوا من الدول العربية ككل، حتى كان يجينا من يوروب لانه كان في عنا شوي فرق بالعملة. وفي عندك مستوى من الطب لبنان يلي هو كومباتيبل مع كل دول العالم وحتى احسن. مستشفياتنا انت اكثر شيء يمكن اهل لانك تعرف على هذا الموضوع. ايه مستشفياتنا اب تو ذا ستاندرد. في عنا كذا مستشفى بلبنان صار عندهم اللي بسموه جوينت كوميشن اكريديتيشن، يعني عم تلحق المعايير الدوليه مثل ما بتقولي ايزو بالصناعات. في عندك انت اكريديتيشن بالطب، في عندك بوليسيز، في عندك بروسيجرز، في عندك دائما اسسمنتس، هودي كلهم عنا اياهم بالنسبه للهوسبيتاليزيشن سيكتور. عندك الاطباء، أطباء ما شاء الله كلهم بورد سيرتيفايد ومتلانين متلين البلد وكل واحد أحسن من التاني. عندك نقابة الأطباء يلي هي بتشرف على كل السكترز اللي موجودة بالسبيشلتيز اللي عندها إياهن. عندك التمريض، وهون كمان بحب وجه تحية للممرضات أكيد وللممرضين بهالجنود بهالجهود اللي عم يعملوه. وبالإضافة بالسياحة الطبية لجنودنا بهذه الفترة اللي بحاجة لأنه أنت بدك تجيبي مريض لحتى تعملي له عملية بكون قطع تكت، بكون إجا قاعدة عائلته بالأوتيل طبعا، بكون مشى الاقتصاد، عمل العملية وديتي كله، هيدا السايكل هيدي بتمشي اقتصاد الدولة بفترات معينة من الجمود يلي انت ما عندك السياحات العادية والناس بتقصدك. So how the sectors in general عم ينشغل عليهم. وانت بتلاقي بلبنان يلي ما بتلاقيه بكل الدول، بتلاقي كل شيء تقريبا بلبنان. انت بتروحي على دولة بتقصديها مشان شغلة معينة، بس بلبنان كل شيء معقول تلاقيه بكل السكتر زايد. وهيدا الله راد نعمل عليه حلقة عن انواع السياحات اللي معقول. طب معالي الوزير انت عم تتعاون مع دول كرمال هيدا الموضوع؟ يعني شوفي في دول نحن كتير بتجي هيدا الشهر هيدا الشهر كان مش يعني خطه لبعض هيدا الشهر نحن كنا على اساس نعمل قمه رئاسيه بين ثلاث دول المجاوره، يعني نحن وقبرص واليونان، نعمل مثل خطه بيناتنا لانه سائح بيقدر يجي يبرم هالثلاث دول صح. يعني بتعملي انت وقراب لبعض يعني سن انسي بقبرص، بتجي على لبنان تعملي هايكينج، بتروحي على اليونان تعملي شيء ثاني. يعني بتكون انت وكمان فينا نعملها مع جيراننا يعني مع الاردن والقلارات بكره اذا راقت الاحوال بسوريا، مع العراق. يعني منك ليميتد على الاريا، بس انت بدك تفكري بالريجن. هلا صرتي اكثر ما تفكري ابعد من الريجن، لانه برجع بقول لك الوضع الايكونومي بده يكون كتير ضاغط علينا وعلى جيراننا. حكينا شوي اللي منقلنا على قصة الغذاء صح. يعني حتى لما بدك تشتري غذاء من الدول، في دول سكرت حالها بطلت تبيع لبرا لحتى يضل عندها شوي اكتفاء، فكيف بالحري
بكره بالمستقبل وضعهم بده يكون كمان ضاغط عليهم. مشان هيك انت عم بتشجع على طول الاستهلاك الداخلي دايماً دايماً استهلاك دايماً لبنان استهلاك الداخلي اراضي زراعيه خلينا نرجع نزرعها. نحن عندنا طقس، عندنا ارض خصبه، عندنا مي، عندنا كل هالاشياء هيدي. حرام بدنا شويه. وانا اكيد معالي وزير الزراعه كثير واعي لهالموضوع ودائما بيطالب. رح يكون ضيفنا خميس الجاي كمان، رح نتوسع معه اكثر بالزراعات يلي هي مش بس على مستوى لبنان بتقدر تساعدنا، بس على مستوى التصدير. ونحن كنا شوي ضعاف بالتصدير لانه بتعرفي بيوروب بيطلبوا ستاندردز معينه ونحن بنقدر نوازيهم بستاندردز، بس كله بده شويه مثل ما بيقولوا اداره لحتى نعطي نحن البرودكتس يلي بتقدر تنافسي فيها بقية الدول. وما حدا أحسن منا، ما عليه يعني بيقولوا عنا عقول بتفرز على كل ال مع الوزير فشي كل خلق اليوم كأنك عم تحكي بلساني. عن جد ما في حدا أحسن منا. يعني أنا من خبرتي بكم بعض الدول ما بيكون عندهم المناطق السياحية اللي عنا إياها، والسياحة الدينية والسياحة الترفيهية، البحر حد الجبل بتقدر تطلع، وبيكونوا شايفينها كتير مهمة وبيعملوا لها كتير قصص، وبتلاقي الناس كلها باليونان، واليونان فعلا مش احلى من لبنان. بعدين يعني شوفي خلينا نعرف قيمه بلدنا شوي. انا عم بتعرف على كثير من الاشياء يلي نحن اغنياء فيها ويلي اللبناني ما بيعرفها، اللي هي الانترنال دوميستيك توريزم. عندنا نحن كنا كثير ضعاف فيها كلبنانيه. يعني نحن بتلتقي كاصحاب وين بدكم تروحوا، بنروح على مطعم، بنروح بس على على البيتش، بس ما اكتشفنا بلدنا. في عنا نحن أشخاص بيعملوا إيكو توريزم بالبلد وبيعملوا ماونتن تريل وبيروحوا على ضيعة وداي فيزت وأقاصي لبنان، وفي إشياء كتير حلوة يلي أنا شخصيا ما رايح لها. يعني مثل أي مناطق الجنوب، الجنوب الشمال، أقاصي الشمال ببعلبة، يعني صوب البقاع. على سيرة بعلبك معالي الوزير، إجاني سؤال هلأ بيقولوا لك أنه قلعة بعلبك نوعا ما شوي منسية، وخاصة هلأ المهرجانات، يعني كانت التركيز أكتر على جبال، على منطقة جبال بالمهرجانات. أين هي بعلبك؟ تحية لأهل بعلبك. أكيد تحية لألون. كان عندي المسؤولين تبع قلعة بعلبك قبل ما أجت أزمة الكورونا، وكنا عم نحكي انه حيعملوا كان بروجرام كتير حلو بالنسبة للمئوية تبع لبنان ضمن البادجت الموجودة، وللأسف هلأ اجت الكورونا. بس كان عندهم بروجرام كتير كتير رائع، انا عجبني بوقتها. فان شاء الله اذا راقت الازمة بيرجعوا بيعملوا المهرجان. حيكون شوي مقلص السنة اذا راحت ازمة الكورونا. كانوا عم بفكروا يعملوه بدل عدة ايام يعملوه على يومين أو ثلاثة، هذا كنا عم ندرسه سوا. وبيكون بروجرام يلي بياخدك عبر تاريخ لبنان المئة سنة، يعني من هالناحية هاي. فلا التركيز حيكون متوازي، ورح يكون في فنانين متوازي. من لبنان، بما أنه كان التركيز مؤخرا على الفنانين الأجانب مع احترامي لأنهم، بس نحن عنا فنانين بيستحقوا يكونوا بقلعة بعلبك وبمهرجانات جبيل. يعني نحن انت هلأ حكيتي عن قطاع انا بعتبره انه كمان ما اخد حقه بالنسبة للفنانين. منتذكر الفنان بعد رحيله للأسف، ومنعطيه وسام ومنعطيه وسام، بس منتذكر محاسنه وسام على النعش تبعه للأسف، وهو طيب ما منعطيه من يعني ما اللي بيستحقه. في عنا كتير شغل. يعني بعد في نحن عنا فنانين وممثلين كبار بعدهم عايشين، مثل أبو سليم وجه له تحية، كنا عم نحضر هديك المرة فيلم صلاحتي زينة، بعده معروف بأبو سليم وجه له تحية إذا كان عم بيشوفنا. حبتنا كبيرة لإلك. هلأ كونك حكيتيني أنا ما لح أذكر شخص، بدنا نعطي شوية أمل للمشاهدين كمان. بس اتصل في أول ما جيت على الوزارة ابن شخص يلي أنا بعتبره من الفنانين النادرين كان بلبنان، الله يرحمه. ما لح أذكر الاسم. ليه؟ لأنه ابنه مضايق شوي بالحالة الاجتماعية. وبيني وبين نفسي قلت إذا شخص مثل هيدا كان بهالمستوى يلي من الصغير للكبير كان بالبلد بيعرف باسمه، وعائلته ما قادرة هلأ تكفي، نحنا أجرمنا بحقه.
منه مضطر هيدا الشخص يلي كان بكل بيت انه يكون في عنده عائلة هلأ تركها من بعد منه يلي هي تطلب مساعدة. فلا نحن ما عم نشتغل اسم مزبوط. كبير ممثل؟ اسم كبير كتير. طب ما شي بيزعل هيدا؟ اكيد اكيد. وشوفي انه يعني للأسف اجت أزمة الكورونا، في كتير اشياء كنا حابين نعملها ولح نرجع نعملها ان الله راد بس لتخلص هيدي الأزمة. بس لحتى خبرك قديش نحن عنا تقصير بكل الأمكنة. انتو الإعلاميين عم تشتغلوا كتير وفي بروجرامات ممتازة، بس اللي بطلبوا انه نحافظ على شوية الخصوصية تبع الأشخاص في حال تقدم لهم شيء. أنا بعرف عم بتكون عن غير قصد، ما عم في ناس عم بيقولوا بعض الإعلاميين عم يعملوها لأنه يتهموا بعض المحطات أنه التبرعات عم بتروح لإلهم، فهنا عم بيحاولوا يثبتوا أنه التبرعات طيب لا مش عم بتروح يعني لإلهم، شيء إنه عم بيروحوا يصوروا أنه نشيل الوجه مش ضروري أكيد فينا نحط بلير أو في 100,000 طريقة نقدر أنه ما أنا برجع بقلك عم تنعمل عن غير قصد، ما عم نحكي شيء. الشغلة الثانية، في عندكم إعلاميين يعني هون إذا بتسمحي لي أذكر شدد. مثلا أستاذ جو معلوف عم بيقوموا بعمل جبار. يعني جو بالإذن منه إجا لعندي على الوزارة، وهيدي قبل أزمة الكورونا كمان، وعرض علي مشروع للأحداث. قدرت أنا أمن له أرض أرض شقفة أرض كبيرة لنعمل عليه المشروع، وكنت عم بشتغل له على الفاندينج ورح جيب له الفاند ورح نعمل مشروع للأحداث أكيد يعني. بس الفكرة هي إنه في شخص بيطلع بفكرة وبيجي لعندك وبتتساعدي أنت ويا قطاع عام وفكرة من شخص بقطاع خاص، وكل المجهود وعم يعملوا بونافيدا يعني ما جايين من وراء شيء. بتضايق كتير مع الوزير لما بتشوف حالك ما عم تقدر تلبي كل هالاحتياجات الناس. أكيد. يعني اليوم عندي يمكن أكثر من 300 سؤال صار ما عم بقدر جاوب أبدا، لأنه حضرتك يمكن عم بتجاوب لهم على كل الأسئلة كأنك حاسس بوجعهم. بيقولوا لك طب نحن اللي عنا محلات صغيرة، طب نحن كمان منسيين، ما طرحتوا أسامينا، ما طرحتونا يعني ضمن هيدي الخطة. لا هون شفتي رجعتي ما حدا سمعني مزبوط. انا عم اقول كل شخص على الاراضي اللبنانيه بحق له يقدم. لا بس هو بده هو كان سمعك بقلك وهو ايه؟ كمان عنده يعني عنده سكرين بالبيت، يعني كل اللي حكيت عنه في قدم ما حدا رح يستثنيه. بس هو اليوم اتصل وقال انا بحاجه، اذا اليوم ما قدم ما رح اعرف من هو وليش بحاجه، وإذا قدم وعطاني الاسم أنا بحس حالي مذنب إنه أنا أخذ له اسمه لقاله ما أخذ اسمك أو اسم جارك. يعني هيدي هي الفكرة، إنه أنا لما بيجي شخص بيعطيني أسامي بيقول لي هودي الأسامي محتاجين، ما عم أقول إنه هو عم يدعي إنه محتاجين، بس أنا عم أقول خلينا نفوتهم بهالداتا بيس لحتى الكل الناس. لا هو كان قصده انه هو بيته مجهز مرتب كتير بس برمت فيه الايام وهلا منه قادر ماديا. نحن قلنا انه برنامج الفقر بلبنان كان بيطول شريحه صغيره. للاسف هلأ عم نحكي عن تغيرت الاحوال عن الاشخاص اللي صاروا بحاجه، ما عم نقول فقر نحن. انا اليوم اذا وقف شغلي بيوقف مدخولي. بصير بنفس الكاتيجوري. فهودي الأشخاص الأكثر حاجة أنا عم سميهم هلأ بالوقت الحاضر هن across the board. يعني إذا كنا عم نقول كان الفقر بلبنان 42% الأكثر حاجة هلأ، أنا بقول 80% من الشعب اللبناني معليه. هيديك اليوم عم بيحكوا عن التوزيع المصاري بالبنوكي، في عندك حوالي 90% كاتيجوري وحدة يلي هن مدخولهم كتير قليل ويمكن شي 10% مدخولهم منيح بالوقت. سو هالتسعين بالمية هودي كلهم صاروا بحاجة ماديا. ولما منقول بحاجة، وإذا أنا عندي لكفي هلأ لعشرين من التسعين بدي بلش بالأكثر حاجة وارجع انتقل لتاني 20 وتالت 20 ورابع 20. معالي الوزير بس عندي سؤال قبل ما ننهي الحلقة عن نتائج الزيارة إلى سوريا وكواليس
بدك تحكي بالسياسي يعني لا لابد انه نحكي شوي بالسياسي يعني، مع انه حبيت هيدي الحلقه يشوفوا الوزير نفسه ويتعرفوا عليك اكثر، بس خلينا ناخذ كواليس هيدي الزياره لانه قليل ما بنشوف وزير بيطلع دغري على سوريا وبيتعاون. نحن قلتي لي انا عندي وزارتين بالاحرى هن ثلاث وزارات يعني حامل حملين في ثالث وزاره اللي كانت مع الوزير صالح الغريب يلي وزاره الدوله لشؤون النازحين، هيدي اللي انضمت لألي يعني، فهيدي يعني ثالث وزارة، ثلاث وزارات بشخص واحد. ونحن كان معالي الوزير صالح بلش بخطة وحطيناها بالبيان الوزاري انه خلال اول 100 يوم رح يكون عندنا خطة جاهزة، والحمد لله جهزنا الخطة قبل ما صارت أزمة الكورونا. الخطة بدها تتناول دولة ودولة تانية، ومن المنطق إذا أنا عم بعمل خطة معك احكي معك طبعا، اذا انا ما بدي احكي معك كيف بدي اعمل خطه بيني وبينك؟ سو جهزنا الخطه، بعتنا الخطه للدوله السوريه، الدوله السوريه درستها، الرئيس الاسد حط عليها كومنتس وكانوا بكل شفافي في نقول لك الكومنتس كانوا مثل واحد عم بنقح لغه عربيه يعني ما في شيء بالجوهر والمضمون يعني، انه كانت بس اشياء سطحيه علق على شيء موافق على كل الخطه. طلبت اطلع اعمل زياره، هلا كوني وزير السياحه من اللي هي اكيد زور وزير السياحه طبعا خلال زيارتي، بس الزياره الاساسيه وتفاجأت هون معلش زمانا دقيقتين لقلك سوريا اليوم معكم. بعد الحرب رمموا كل المناطق اللي تدمرت، كل منطقة تدمرت رمموها، وعندهم سياحة داخلية وعم بيشتغلوا يعني، اللي خلينا نتشجع أكتر لنشتغل عنا ببلدنا، إنه إذا بعد كل الحرب اللي عندهم إياها قدروا هن يبلشوا يرجعوا لسياحتهم الداخلية فينا نعمل سياحتنا. فهي besides the point مثل ما بقول. الوزارتين التانيين اللي طلعت عليهم إن وزارة وزارة البلديات والشؤون الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية. وزيرة الشؤون الاجتماعية أصولها لبنانية وعندها أقارب لبنانيين. أنا كنت كتير impressed بقديش معلمة ومثقفة وعارفة ملفها وبتحكي عن الانباوند يعني بتحكيكي بكتير تكنيكال ديتيلز يلي بتدل قديش ثقافتها بالسوشيال افيرز، تفاصيل مملة يعني بالملف اللي هي كان بالوزارة اللي هي فيها. والوزير مخلوف كمان مسؤول عن شؤون البلديات والداخليات كمان، هودي الشخصين يلي هن انت بدك ترجع المواطن السوري على بلده، بدك عودة النازحين اكيد ايه على بلده. وزيرة الشؤون السوشيال افيرز هونيك عم تحكيكي بالبروجرامات اللي عم بيعملوها ليرجعوا الناس على شغلها، هو عم يحكيكي بالقوانين كيف هن بيقدروا يستوعبوهن. فهن من ناحية هالخطة كتير ريسبتيف كانوا، وفرجاني عمل لي ليستا بالعفو عفو نمره كذا رقم كذا اتسترا، انه قديش مقدمين تسهيلات، وكنا على اساس انه تشكرناهم حملنا حالنا ورجعنا. وبدي اقدم الخطه لفخامه الرئيس ولدوله الرئيس واجت هذا. فمن هالناحيه الخطه موجوده، موجوده ما بعد الكورونا اكيد بتنفس مع لانه بس سوري فضل. كلفه اللجوء النازحين السوريين ما بتسمي لجوء هو نزوح بالسنه 4.5 مليار دولار تكلفة. على لبنان تكلفة هيدا عبء زيادة على بلد مش قادر يتحمل اقتصاديا كمان يعني. لحد الآن 25 مليار دولار، وهي أعباء اقتصادية كتير ضخمة على هيدي من ناحية. ومن ناحية تانية غير الأعباء المادية في عنا خطط عم نعملها كتير بسرعة مع اليونايتد نيشنز منشان ما يصير في عنا تفشي لوباء الكورونا بالمخيمات. عندنا informal tented settlements يعني خيام، تجمعات خيام 5000 نقطة في لبنان، 5000 مكان في تجمعات خيام هالقد. نعم، وهودي بس بشكله 22% من 1.5 مليون نازح سوري موجودين بلبنان. وفي عندنا permanent residences و non-permanent residences، يعني في عندنا مشكلة تانية. عندك تقريباً
مليونين شخص بين الوجود السوري وفي عنا عراقية وبين الوجود الفلسطيني يلي هن نص الشعب اللبناني يلي هو حوالي 3.8 يعني 4 ملايين. فعندك انت مرة ونص شعب، مش شعب، شعب ونص، شعب ونص يلي انت بدك تنتبهي له وبدك تكوني انت على ضمن الخطة، يعني ضمن أكيد الخطة مع اليون اتش سي ار لحتى نحن نكون ريدي مع الجهات الدولية من شان ايسوليشن تنس، من شان مستشفيات ميدانية او اكستنشنز ان شاء الله ما بيحتاجوا لأنا. بتكون ازمة الكورونا انتهت قريبا. إن شاء الله. معي مداخلة بس من افريقيا، خلينا نستوضح بس. الو، مساء الخير. الو، مرحبا. مرحبا، تفضل. اهلا اهلا مسلم. اول شيء احنا بدنا نحيي الدولة اللبنانية بالوزير بسعادة الوزير اللي عنا اياه. شكرا. والشغلة الثانية اللي حابب انا احكي معكم فيها انه نحن بحكيكم من نيجيريا عنا حالة مزرية بالبلد. اسبوعيا باليوم الخميس قررت ان تأجل عودة الطيارة على نيجيريا. نحن بنيجيريا عنا كذا حالة لناس كبار بالعمر، ناس بحاجة ينزلوا على بيروت، عندك ناس حبالة بالبلد موجودين، كانوا ناطرين ولاد صغار موجودين، ناطرين على اساس انه الطيارة جيب، طيارة ثانية تيجي بعد اسبوع من اول طيارة. يعني نحن هلا عرفنا انه الطيارة تأخرت، مأخرة لآخر الشهر، ومعقول تيجي ومعقول ما تيجي. يعني نحن بدنا نطلب من سعادة معالي الوزير انه اذا فينا نقدر نحن في طيارة هون شركة اسمها الايربيس مستعدة انه تأجلنا طيارة ننزل نحن على نفقتنا الخاصة، بس بدها الموافقة من وزارة الصحة ومن وزارة الطيران المدني. يعني اذا اليوم هني ما بيقدروا يعملوا لنا البكيس، محمد هوب ما بيقدر يبعث الطياره، نحن مستعدين كلبنانيه وشهيده لبنانيه بالبلد هون ناخذ الطياره وندفع حق الطياره. الطياره بتسيع 250 راكب على فيها ننزل فيها 140 شخص. نحن بنوصل بيمسكوا هالعيال اللي عندك عيال هون بالبلد، يعني بحاجة إنه تنزل على بيروت وما عندها هالإمكانية تدفع اليوم $1,800 حق التكت، وبحاجة يعني طبيا قصدك تكون متواجدة يعني هون كامرأة حامل، كامرأة عم بتنوي عن موضوع إنه في نساء حوامل كتير، صح؟ في نساء حوامل كتير تنزلها بالسفارة اللبنانية. طيب اليوم عندك 3000 شخص تسجل اسمه بالسفارة اللبنانية اللي نزل منه 90 شخص. طيب يعني المرضى ناس عندها ناس بيت الغاز. اوكي، انا راح اخذ اسمك، انا راح اخذ اسمك وراح اخذ طبعا رقم تليفونك، والوزير اكيد راح يرجع يتعاون معكم بهيدا الموضوع. بس اذا بعده معنا على الهواء بقدر اقول له الشغله الواحد كثير مهمه. تفضل. لا نضوي عليها شوي. إذا نحن بنيجيريا اليوم عندنا 275 حالة، بس 275 حالة اليوم من عين بالبلد من أول ما صارت الأزمة لليوم من عين 5000 كاس بس. عم تحكي أنت عندك 220 مليون نسمة، بس 5000 كاس بس. طيب شوف، أنا خليك معي تسمع بس مع الوزير. أنا بفهم كل شخص برات لبنان والمشاكل اللي عنده إياها، وللأسف يعني نيجيريا انت اخبر مني قديش فيها كوربشن، يعني نيجيريا من اغنى البلاد وللاسف دوله مثل هيدي ما فيها الا 5000 تيست، والوضع الصحي اللي فيه انا بعرفه جيد كتير لانه كتار من الاشخاص اللي بموقع مسؤوليه بنيجيريا من بيوصلوا على لبنان لحتى ياخذوا الحلول الطبية. يعني المشكلة هي بكل صراحة مش مشكلة انه استاذ محمد الحوت او الميدل ايست او اذا مندفع او ما مندفع، بكل صراحة هي نقدر نحن نضلنا محافظين على البالانس لنقدر ناخد عدد معين من الاشخاص. ويمكن كانت قبل مني زميلتنا دكتورة باترا يمكن كانت على الهواء كانت عم تحكي كيف عم بتم التصرف بهيئة الكوارث اللي عاملينها بمجلس الوزراء الآن.
يضلوا قادرين ياخدوا عدد معين، لانه هالعدد المعين اللي بده يرجع على لبنان بده ينعمل له فحوصات وبده يتم عليه حجر 14 يوم. انا اكيد بوصل صوتك لوزير الصحه، ومثل ما انت اتصلت كان قبل الحلقه كمان اتصل حدا من نيجيريا من ليبيريا من مونروفيا، وفي من عدة دول بوركينا فاسو وفي كذا دولة يعني نفس المعاناة عندهم إياها بكل الدول. الفكرة هي إن نقدر نحن ننظم هالرحلات بشكل إنه أنتوا ما تكونوا تحسوا حالكم متروكين، بس بنفس الوقت إنه نحن نضلنا عاملين كنترول للوباء اللي عنا بالبلد. الدكتور حمد هلأ بالوقت الحاضر بده يعمل اللي منسميه راندوم تيستينج على الأراضي اللبنانية ككل لحتى نتأكد نحن من قدرتنا على سيطرة الوباء، وإن شاء الله بس نتأكد إنه كل شيء أندر كنترول بتنفتح المجالات أكتر وأكتر، لأنه هيدا حق كل مواطن يرجع، ما حدا عم بيقول لا على هالحق هيدا، بس هي مسألة تنظيم من الناحية الطبية مش من الناحية المادية ولا من ناحية إنه تبدية دولة على دولة. بس على كل الأحوال أنا برفع هالطلب هيدا لمعالي وزير الصحة وللجنة الطوارئ هيئة الكورونا وهيئة الكوارث، وإن الله راد بنرجع لكم. معالي الوزير أنا بدي أتشكرك كتير. أهلا وسهلا. والله يخليك بهالهمة وأجدك ثلاث وزارات بإيد واحدة، يمكن كانت الناس عارفة بس إنه وزارتين صاروا ثلاثة بدون يتجسدوا بشخص واحد. مشكور كتير على كل جهودك، وعلى أمل أزمة الكورونا تنتهي قريبا ويبلش القطاع السياحي عندك يكون له الحصة الأكبر ويقدر يسد بعض العجز من ديون هالدولة. ولح يضل عنا شغل بوزارة الشؤون كمان. أكيد أكيد، بس يمكن رح يخف أكتر أقل الضغط، تنقل الضغط الأكبر على وزارة السياحة، لأنه السياحة بتستحق بلبنان كل هالجهود، وأنا متأملة خير معك. شكرا شكرا لك. شكرا مشاهدينا، لهون بتكون انتهت حلقتنا. انا بدي ودعكم للاسبوع المقبل، اكيد بتمنى لكم فصح مجيد على امل العيد الجاي يكون افضل علينا وعلى كل العام العالم. اكيد خلوا صلواتكم بكل بيوتكم، اكيد بما انه هالسنه ما عم تقدروا تزوروا الكنائس ربنا موجود وعم يسمعكم، اكيد صلواتنا لهالبلد وللعالم كله. انا بشوفكم الاسبوع اللي جاي، انطرونا. ينعاد عليكم.